أعزائي مشاهدي سيسات في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الأسبوعي حوار ورسالة. قبل ما نستهل برنامجنا بقدم لكم التهنئة طبعا بمناسبة صوم الميلاد وقرب أعياد الكريسماس في كل مكان في أمريكا وفي أنحاء العالم كلها، في أفريقيا وفي أوروبا، ومظاهر الاحتفال بتبدأ من أول شهر ديسمبر لغاية أول يوم في السنة الجديدة احتفالا بأيام الكريسماس. كل سنة وحضراتكم طيبين وتعيشوا وتحتفلوا. طبعا كريسماس السنة دي له برضو مذاق مختلف لأن كورونا مقللة شوية برضو الاحتفالات، لكن الناس بتزين البيوت بالنور والحاجات دي كلها، وبدأت فعلا من أسبوع في أمريكا وفي بعض أماكن في المدن الكبيرة في أوروبا وفي روسيا برضو الاحتفال بهذا الشهر العظيم، يعني شهر الكريسماس ده هو يوم 25 عند الغرب، يوم 7 يناير عند الشرق، والسبب هو خلاف تقويم مش أي حاجة تانية. كل سنة وحضراتكم طيبين. الحقيقة نبدأ بكوفيد 19 والسكيلز العظيم اللي عاملاه جامعة هوبكنز، واللي بيبين لنا حتى الآن احنا وصلنا لغاية فين. مازال كورونا بينتشر حول العالم رغم الفاكسين، لكن الفاكسين حد من خطورته الى حد كبير قوي. يعني عايز اقول ان لغايه اول سنه 21 كنا وصلنا تقريبا ل 4 مليون حاله وفاه. السنه 21 بدات تعدي اهي تقريبا في مليون. طبعا هو مليون برضو كتير على مستوى العالم ان يبقى في مليون حاله وفاه بسبب كورونا، لكنها قلت جدا في 21. طبعا كانت زيادة جدا في بداية 21، لكن مع الفاكسين بدأت الخطورة تقل. نشوف الاسكاجوال مع بعض والسكيلز مع بعض ونقرأ معاكم بعض الأرقام. طبعا احنا وصلنا إلى إصابات 265 مليون 741 ألف 127. عدد الذين وفاتهم المنية 5 مليون 255 ألف 67، بزيادة أكتر من 100 ألف على الأسبوع اللي فات، ودي برضو يعني حاجة ما تطمنش، لكن العلم لسه شغال والاحتراز واجب وبيوصى بيه في كل الأنظمة الصحية. عدد الذين أخذوا الفاكسين على مستوى العالم تقريبا احنا لو كنا 8.5 مليار ففاضل حاجات بسيطة قوي علشان يبقى العالم كله اتطعم. حتى في مصر بدأوا يطعموا الأطفال، وصلنا إلى 8 مليار 171 مليون 857 ألف 915 فاكسين. ولو نشوف بعض الدول، يعني أوروبا محمرة برضو، ما زالت محمرة لأن الخطر حتى قائم، وأنجيلا ميركل لما برضو كانت بتكرم كانت بتقول إن في تحدي في ألمانيا هو الكورونا، والكورونا في ألمانيا برضو صعبة لكن مواجهتها بالعلم بدأت تقلل من مخاطرها. دي الولايات المتحدة الأمريكية 49 مليون 74 ألف 447 حالة إصابة. عدد الذين وفاتهم المنية ده احنا داخلين على 800 ألف، حاجة صعبة جدا، ربنا يرحمهم جميعا. 788 ألف 311 حالة وفاة، يعني ما زالت الوفيات بتحدث حتى في امريكا، لا رغم ان ما فيش حاجه دلوقتي، كله منفتح وكل الوظائف بتاخده، جامعات قربت تدخل تاني والمدارس مع الاحترازات طبعا ومع وضع الكمامات وغيره، لكن برضو الحالات موجوده. عدد الذين اخذوا الفاكسين في امريكا، لان امريكا كمان فيها وافدين وبيدوا اي حد نازل من المطار طالب الفاكسين ممكن يدوله الفاكسين، لان هو الفاكسين مش لازم للسفر، اللي لازم للسفر هو البي سي ار اللي هو الاختبار السلبي لكورونا. الطعام في امريكا 466 مليون 252 الف 986 حاله، يعني الذين حصلوا على الفاكسين ضد الكوفيد 19. احنا هنتكلم عن المتحور اوميكرون، لكن هنشوف بعض الدول في اوروبا، يا ريت تجيبوا لنا المانيا وفرنسا. دي المانيا 49 مليون، لا ده لسه امريكا لسه ما اتغيرتش،
يعني اللي قدامي على الشاشة أمريكا، عايزين ألمانيا، لو تقدر تجيب لنا ألمانيا. ما بتتغيرش الشاشة لما بتضغط على ألمانيا. طيب شوفها، لأن برضو ممكن، ما هو فين ألمانيا؟ أنا مش شايفه، أنا شايف أمريكا. ده 49,000، 49 مليون، دي أمريكا اللي موجودة هنا، أمريكا اللي قدامي. الجهاز نفسه في حاجة، أو السكيلز نفسها بتبقى فيها تقل، لأن عليها يعني طلب شديد، لأن على مستوى العالم كله بيخشوا عليها. عموما يعني أنجيلا ميركل في احتفالية في فرنسا وهي بتتكرم قالت إن التحديات في ألمانيا الآن، لأن هذه السيدة العظيمة التي قادت ألمانيا نحو 16 عام وخلت ألمانيا اقتصادياتها عالية جدا ورفعت من اقتصاديات ألمانيا، وهي من القيادات العالمية اللي يعني هتخش التاريخ، هي دخلت التاريخ من أوسع أبواب. وقالت إن التحدي لألمانيا دلوقتي هو كورونا، كورونا هو التحدي لكل العالم، يعني بدأ الإنسان إن هو يهزمه بقدرة العقل طبعا اللي منحها الله لينا في الوجود، لأن الإنسان هو تاج الخليقة زي ما خلقه ربنا ووظفه واداله العقل واداله الحكمة واداله التصريف واداله كمان إنه يبحث عن العلم. دي ألمانيا 6,179,839 حالة إصابة، 103,000 حالة وفاة، اللي خدوا التطعيمات 126,621,790. في ناس أعتقد إن برضو زي في أي دول العالم، حتى في هولندا وغيره، بدأوا يقولوا لا إحنا مش عايزين الطعم، عايزين حرية. معرفش يعني هل في رأيين هنا. أنا من الرأي إنك أنت يعني الصحة العامة ما فيهاش اختيارات، ما فيهاش حرية، لكن لما ما تاخدش ما تبقاش فيها عقاب. يعني أنا ضد العقاب، لكن مش مع اللي ما بياخدش لأي سبب، لمجرد إن هو يعني بعد المليارات دي كلها ما اتطعمت وما حدش حصل له حاجة. طب يعني أنت حتى لو فضلت ما اتطعمتش أنت هتعمل إيه في البشرية؟ يعني إلا يعني حتى لو البشرية أصيبت بحاجة بعد 200 سنة أو 300 سنة، ما انتش عايش أساسا. يعني هي العملية مش نشوفية الدماغ وخلاص. لكن هو أنت مش عايز تطعم ليه؟ هل في رأي طبي أو في نظام صحي بيقول لا ما تطعمش؟ لا طبعا، كل الأنظمة الصحية بتنادي بالتطعيم. كوفيد 19 ما زال خطرا على العالم كله، وهو الحاجة الوحيدة اللي في إيدينا دلوقتي التطعيم. أوعدكم أنه قبل نهاية السنة هنزل لكم الخبر بتاع علاج كورونا من شركة ميرك وفايزر، قريب قوي اجيب لكم بالديتيلز بتاعه من الشركتين. واعتقد ان يعني نازلين بحوالي 40 مليون علبة في امريكا، وده يعني اعتقد انها كافية في الوقت الحالي لحد انه يصاب ويخف بالعلاج. واعتقد ان هيبقى فيه كمان تصريح لشركات فايزر على مستوى العالم، وميرك ممكن تعمل زي مع شركات الأدوية العالمية أو الإقليمية عن اللي بيحصل، عن الإنتاج نفسه للدواء على أساس أنه يغطي العالم كله. وإن شاء الله نوصل لحل أنه يبقى مرض زي أي مرض، وفي الآخر خالص ممكن أنه هو زي شلل الأطفال ما عادلوش وجود، فإن شاء الله كوفيد ما يعدوش وجود في المستقبل، لكن ما زال موجودا الآن. وأوميكرون اللي هو المتحور، إحنا جبنا من المصدر بتاعه اللي هو الهند أساسا، أكتر تحورات حصلت في الهند، لأن ما كانش فيه فاكسين كفاية لهذه الأعداد الغفيرة اللي موجودة في الهند، لكن هم أنتجوا فاكسين وابتدوا يدوا الشعب نفسه وابتدوا يتخطوا حاجز الخطر. ففي الهند مش الموضوع مش صعب ومش خطر زي الأول، لكن في دكتور أصيب بهذا المتحور وكتب، وأنا كاتب يعني في مقالة عن هذا الطبيب، هو بيحكي إن هو مش خطر الموت، لكن هو خطر كورونا عموما، لأن هو ممكن حد يصاب بيه وهو واخد الفاكسين. شوف كده الدكتور ده قال ايه في المقال بتاع طبيب مصاب بيحكي اعراض المرض دي شكلها ايه. نشوفها مع بعض.
ممكن تجيب لنا المقال؟ هو طبيب هندي وأصيب أوميكرون وبيقول أخطاره إيه وتسببته إيه، لكن ما تنزعجش من بعض الأخبار. طبيب مصاب أوميكرون يكشف بدقة أعراض المرض، ده المقال بتاريخ النهاردة بعد أن ثبتت إصابته بالمتحول الجديد لفيروس كورونا المعروف باسم أوميكرون. وصف طبيب هندي أعراض المرض بدقة ووجه رسالة طمأنة بشأن خطورة المتحور. والطبيب صاحب 46 عاما واحد من 4 أشخاص اكتشفت السلطات الصحية في الهند إصابتهم بالمتحور الجديد، ولا يزال في العزل بمستشفى في مدينة بنغالور جنوبي البلاد كإجراء احترازي بعد تشخيص حالته في 22 نوفمبر الماضي وفقا لصحيفة خليج تايمز. وقال الطبيب أن الأعراض التي شعر بها تشمل آلاما في الجسم وقشعريرة ونوب الدوار وارتفاع درجة حرارته إلى 38.5 بعد 3 أيام من نتيجة الاختبار الإيجابية، فيما لم يكن يعاني صعوبات في التنفس. كانت مستويات الأكسجين في الدم طبيعية عند حوالي 95، لكنه يشعر بأنه بخير تماما، وصرح بشكل قاطع أن المتحول الجديد أوميكرون لا يهدد الحياة. ودي اللي أنا عايز أطمن بيها الناس، إن دكتور اللي بيقولها، هل في كل الحالات؟ في أغلب الحالات كده، لكن في حالات استثنائية، فإحنا نخلي بالنا إنه ما يجي لناش لا متحور ولا كورونا أساس. تلبس الكمامة في الأماكن المزدحمة، في الأماكن اللي بتجمعك بالناس، لما ترجع تغسل إيدك كويس، تغسل وشك، تغير الكمامة، حاجات كده بقى من الاحترازات الطبية اللي احنا بقالنا أكتر من سنة عمالين نقول فيها. ولا يعرف الطبيب حتى الآن مصدر العدوى التي تلقاها، لأنه لم يسافر إلى أي من الدول التي أبلغت عن المتحور الجديد الذي أثار قلقا عالميا. تعب الوباء جراء كورونا وطرق التغلب عليه. ومن جهة أخرى، وجه الطبيب نصيحة للجميع بالتزام الهدوء والخضوع لفحص فوري في حال ظهور أي من أعراض كورونا، والعزل الذاتي وتلقي العلاجات اللازمة في حال ثبوت الإصابة. وسجلت الهند حتى الآن 4 إصابات بمتحور أوميكرون، في حين يقترب العدد الكلي إصابات كورونا في البلاد من 35 مليون. يعني عنده إصابات 35، اللي ثبت إصابتهم بس بمتحور 4، ممكن يكونوا أكتر من كده وإحنا مش عارفينهم، لكن هو على حسب التحاليله في الهند، أعتقد أنهم بيعملوا بي سي آر كتير لكل واحد بيشتكي، وبيكتشفوا أن ده بالمتحور ولا بكورونا العادي. توفى من بينهم حوالي 470 ألف شخص، ده هي تقريبا البلد الثانية بعد الولايات المتحدة والبرازيل. وكثفت البلاد الرقابة على مطاراتها، حيث ألزمت القادمين من الدول التي أعلنت ظهور أوميكرون لديها بالخضوع لاختبار عند الوصول. وظهر المتحور أوميكرون مؤخرا في جنوب أفريقيا قبل أن ينتشر إلى نحو 24 دولة أخرى. وقالت منظمة الصحة العالمية أن علمائها يجرون مزيدا من عمليات التحقق لمعرفة خصائص المتحور الجديد وخطورته ودرجة مقاومته للقاحات كورونا. هذا الخبر من سكاي نيوز، يعني من مصدر عالمي. الحقيقة يعني طبعا المتحور يخوف، وكورونا ما زال بيخوف حتى الآن، يعني هو مرض خطير، واللي بيتملك منه المشكلة انه بيؤدي الى مضاعفات قد تؤدي الى الوفاة، يعني بعد الشر على كل السامعين يعني. فالاحترازات الطبية مهمة، الكمامات مهمة، لو كنت في عمل ومكان مغلق لازم تلبس الكمامة طول فترة العمل، لو كنت بتتعامل مع ناس تبقى محرص دايما انك انت ما تلمس حاجة مشتركة بينك ما بينهم، دايما سانيتايزر يبقى موجود، واول ما تجي لك فرصة تغسل ايديك وتبتدي تغسل وجهين، والماسك ما تلمسوش من بره، لما تيجي تقلعه يفضل انك ما تلبسوش مرة تانية، يعني تستعملش الماسك اكتر من مرة. ودي طبعا يعني عايزة ميزانية، لكن هي دي الاحترازات الطبية وهي ده اللي بيوصي بيه الاطباء. فنرجو ان كل الناس تبتدي تاخد بالها، كورونا مازال خطر، لكن تطعيم 8 مليار شخص اعتقد ان فيها طمأنينة، ولو بنسبة 60 أو 70%، ان احنا قربنا نوصل لحالة صفر، ان احنا ما عندناش كورونا في العالم كله. ان شاء الله نوصل لها قريب، وبالعلم وبفضل ربنا وفضل العقل البشري اللي خلقه ربنا، اللي هو تاج الخليقة الانسان نفسه، هو اللي خد هذه الصفة، صفة الحكمة والعقل والتصرف. عشان كده بنقول ان الانسان هو يعني المعجزة الأكبر
لله سبحانه. العقل البشري، ما هو ده في ناس بتاخد العقل البشري وتنميه، وفي ناس تاخد العقل البشري وتحطه جنبها كده وتتفرج عليه يعني. ومن هنا بقى ابتدت تفصل ما بين الدول المتقدمة والدول اللي بتسعى للتقدم والدول النامية والدول النايمة. ويعني التصنيفات دي كل واحد هو عارف نفسه ايه بالنسبة للاقتصاديات والرفاهية والبشر والحريات ومحاربة العنصرية وإلى آخره. وتأتي محاربة العنصرية في يعني في مقدمة لحقوق الإنسان. النهارده هنتكلم عن العنصرية، وأكبر مثل ليها في العصر الحديث الذي حارب العنصرية وانتصر بسماحة وبمحبة هو الزعيم الجنوب أفريقي، اللي طبعا وفاته المنية من فترة يعني، لكن احنا هنتكلم عنه وعن كفاحه لأنه من مواليد 1918. خلي بالكو من السنة دي اتولد فيها زعماء كتير لكن ما أثروش زي نيلسون مانديلا لما عمل جنوب أفريقيا الجديدة. نيلسون مانديلا هو اللي حارب العنصرية لصالح أهله، لصالح بيئته، لصالح كل السود اللي موجودين في جنوب أفريقيا. نجح، نجاح منقطع النظير. نجح أنه يحافظ على الدولة، نجح أنه يحافظ على الدولة. نجح أنه يعمل مصالحة وطنية، نجح أنه يعمل مصالحة وطنية. نجح انه يعمل مواطن جنوب افريقي ملوش دعوة بالقديم، ان هو يعني عمل قطيعة معرفية بالقديم ان الابيض له كل حاجة والاسود لا ملوش، عمل ده، عمل دستور جديد، عمل دستور جديد، عمل قوانين جديدة، عمل قوانين جديدة، سامح السود لما بيعملوا جرائم، ابدا ابدا القانون على الاسود وعلى الابيض. العدالة كانت الى حد ما كبيرة جدا في جنوب افريقيا. نيلسون مانديلا عمل حاجات كتيرة قوي، ويعني بمناسبة يعني الاحتفال به كزعيم لمحاربة العنصرية، في مقال والمقالات دي كمان مكتوبة في مصر. فنيلسون مانديلا الذي حارب العنصرية حتى النفس الأخير وانتصر على العنصرية في بلاده، طبعا انتصر، محدش بينتصر 100%، بتبقى في بعض الحاجات اللي هي بتعكر الصف، ولكن هو عمل جنوب أفريقي، جنوب أفريقيا مختلفة تماما عن القديم. جنوب أفريقيا دلوقتي بتنافس، جنوب أفريقيا يعني استضافت كأس العالم، جنوب أفريقيا ممكن تستضيف أولمبياد. وده اللي احنا يعني بنقول لوزير الرياضة لما بتيجي تتكلم على مستوى ان انت بتدعو مصر او بتدعو الهمة المصرية انها تستضيف ده، ورينا ده، وري العالم ده الأول زي ما جنوب أفريقيا عملت. نتكلم عن نيلسون مانديلا الذي حارب العنصرية حتى النفس الأخير. نقرأ مع بعض المقال، طبعا صورة نيلسون مانديلا، الرجل الذي أحب بلده ومواطنيه حتى يعني ضحى بنفسه واتسجن أكتر من 30 سنة سجن، سجن في السجن 30 سنة علشان بيكافح ضد الفصل العنصري. يصادف اليوم 5 ديسمبر الذكرى الثامنة لرحيل أيقونة أفريقيا للكفاح ضد الفصل العنصري نيلسون مانديلا. والمحاربة لنيل الحقوق للسود فهو يعد واحدا من القادة الإفريقيين الذين ألهموا العالم وحظي باحترام وتقدير الكثيرين، واعتبروه أيقونة من أيقونات الدفاع عن حقوق السود خاصة في بلاد جنوب أفريقيا، الذي دفع في سبيل ذلك سنوات من عمره خلف القضبان السجن، قضبان السجن، حتى حصل على ما يسعى إليه. مانديلا كافح كما كافح من قبل مارتن لوثر كينج ومالكوم إكس من أجل نيل الحقوق السود داخل بلاده. مارتن لوثر كينج اللي هو موجود في أمريكا يعني، ودفع حياته تمن الحرية في أمريكا للسود. ومالكوم إكس برضو من الوجوه المعروفة واللي كافح كتير برضو مكافحة سلمية من أجل نيل حقوق السود داخل بلاد، بعد أن عاشوا أوضاعا صعبة في ظل سيطرة البيض على مقاليد الحكم، كما خاض حرب ضروس حتى حقق حلمه في الانتصار على الفصل العنصري في بلاده اللي هي جنوب أفريقيا. نستعرض من خلال التقرير التالي مراحل في كفاحه ضد الفصل العنصري. نيلسون مانديلا وبعض هواياته وأشهر أقواله ونشأته وحياته. ولد نيلسون مانديلا في 18 يوليو 1918 ببلدة مافيزو على ضفاف نهر موباش في ولاية ترانسكاي
بجنوب أفريقيا. ويعني في اللغة العربية سحب فرع من الشجرة أو المشاكس، يعني كأنه بيشد فيه يعني. كان والده مستشارا لزعماء القبائل في المنطقة، لذا كان من المتوقع أن يصبح زعيما، ولكن خلافا نشب بينه وبين الحاكم المحلي التابع للاستعمار أدى إلى تجريده من لقبه وثروته كلها. يعني حصل مشكلة، فالراجل اللي هو تابع للاستعمار اللي هو العنصري موافق على العنصرية شكاه، وطبعا سحبوا كل ثروته وكل لقبه وكل حاجة وسابوه كده. وهكذا انتقل الأب مع عائلته إلى قرية صغيرة تقع شمالا بالقرب من وادي عشبي ضيق، حيث لا توجد أي طرق سوى ممرات قليلة يمكن السير عليها. رحل والد مانديلا عندما كان عمره 9 سنوات، مما أدى إلى حدوث تغيير كبير في حياته، فقد تولى رعايته أحد أفراد الأسرة الحاكمة لقبيلة ثيمبو، فسافر إلى مقر الحاكم وتكيف سريعا مع البيئة الجديدة، ولكنه طبعا لم ينسى قريته، محب للعلم والمعرفة، ودي أهم حاجة، أنه محب للعلم والمعرفة هي اللي خلته نيلسون مانديلا. عكف نيلسون مانديلا خلال تلك الفترة على دراسة الجغرافيا واللغة الإنجليزية والتاريخ، واهتم خصوصا بالتاريخ الإفريقي. عين مانديلا مستشارا للعائلة الحاكمة، وتلقى تعليمه الثانوي في مدرسة كلارك كيبوري الداخلية، وقد قال في إحدى المرات أن تفوقه الأكاديمي كان ثمرة الجهد الشاق الذي بذله أيام الدراسة. كذلك كان مانديلا متفوقا في الرياضة. كفاح مانديلا ضد العنصرية. رئيسا للمؤتمر الوطني نيلسون مانديلا انتخب رئيس المؤتمر الوطني الإفريقي سنة 1991، انتخبوا نيلسون مانديلا وتفاوض مع رئيس البلاد فريدريك ويليام دي كليرك اللي وقتها يعني ده كان رئيس البلاد، على إجراء أول انتخابات متعددة الأعراق في البلاد. وفي عام 93 حاز مانديلا وكليرك جائزة نوبل للسلام، لأنه برضو كليرك ساعده، يعني أصل هو لو من طرف واحد ما كانش وصل، لكن الطرف الثاني اقتنع بوجهة النظر، لأن كان يعني إلى حد ما العالمية وصلت له يعني على كليرك يعني. والاثنين تقاسموا جائزة نوبل للسلام لأنهم أنقذوا دولة جنوب أفريقيا من حرب ضروس اللي هي حرب أهلية، وبدأوا يبقوا في ما فيش عنصرية أو بداية الفصل العنصري أنه يرحل عن جنوب أفريقيا. وهكذا أجريت أول انتخابات ديمقراطية في البلاد بتاريخ 27 أبريل 94، ليصبح بذلك مانديلا أول رئيس أسود في تاريخ جنوب أفريقيا وحكم الأغلبية السوداء. سعى نيلسون مانديلا بعد توليه سدة الرئاسة إلى الانتقال بالبلاد من حكم الأقلية لحكم الأغلبية، واستغل حب الشعب وحماسات نحو الرياضة في تعزيز المصالح بين البيض والسود، عبر دفع السود إلى تشجيع منتخب الرجبي. الرجبي لعبة أوروبية أو لعبة أمريكية أو لعبة بيلعبها البيض، ومع ذلك خلى البيض والسود يعني شجعوا اللعبة دي على أساس أن يبقى فيه عامل مشترك بين الاتنين يبتدي يربط بيهم، وكانت الرياضة هي هذا العامل المشترك. عمل مانديلا على حماية الاقتصاد الوطني من الانهيار، ووضع خطة لإعادة إعمار البلاد وتنميتها. وفي عام 96 وقع مانديلا على مرسوم تشريع دستور جديد للبلاد، عمل دستور تاني خالص غير الدستور العنصري، وأنشأ حكومة مركزية قوية تقوم على حكم الأغلبية مع ضمان حقوق الأقليات وحرية التعبير. يعني اتجه إلى العلمانية وهي اللي حلت له الإشكالية. وعندما حان موعد انتخابات العامة سنة 99 أعلن مانديلا عزوفه عن الترشح، قال لا أنا مش عايز أترشح، أول واحد ينفذ العلمانية يتنازل عن السلطة. هو ده يعني التاريخ بيقول كده، لأن هو من الآخر بيشوف نفسه أنه هو يدوبك مهد لده، لكن في ناس تانية ممكن تقود البلد في الاقتصاد وغيره وغيره. أعلن مانديلا عزوفه عن الترشح ورغبته في ترك العمل السياسي، ولكنه استمر في نشاطاته الرامية إلى جمع الأموال اللازمة لتشييد المدارس والمراكز الصحية في المناطق الريفية في جنوب أفريقيا. ما انتهاش عمله، لكن ابتدى يخدم البلد في صورة تانية بمتبرع بقى، ان هو عايز التعليم في كل مكان كالماء والهواء، وده برضو في أمثلة عندنا لكن ما كملتش. وعمل أيضا على نشر عدد من الكتب التي تروي معاناته وكفاحه. رحيل مصدر الإلهام. وأدخل إلى أمراض عانى نيلسون مانديلا من المشفى عدة مرات خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة من حياته. وفي اليوم الخامس من شهر ديسمبر عام 2013 توفي في منزله بمدينة جوهانسبيرغ
ليعم الحزن مختلف أرجاء العالم كله نظرا للخسارة الكبيرة التي صابت الإنسانية بوفاة هذا الرمز الذي كان وما يزال مصدر إلهام لمختلف الأشخاص الناشطين في مجال الحقوق المدنية. الجوائز والأوسمة اللي حصل عليها: جائزة نوبل للسلام 93، ميدالية الحرية لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، وسام كندا، جائزة لينين للسلام من الاتحاد السوفيتي، جائزة أتاتورك للسلام من تركيا، منحته الملكة إليزابيث الثانية بليف الصليب الكبير، يعني معتقد الصليب الكبير، في جائزة هناك في أمريكا في إنجلترا بهذا المسمى يعني، ووسام القديس جون ووسام الاستحقاق، وكرم في أكثر من 50 جامعة منها هارفارد وجامعة براون. أشهر أقوال من نيلسون مانديلا: يبدو دوما الأمر مستحيلا إلى أن يتم إنجازه. يبدو دوما الأمر مستحيلا إلى أن يتم إنجازه. المال لا يخلق النجاح بل الحرية تفعل. عقل جيد وقلب جيد مزيج عظيم دوما، يعني العقل مع القلب، يعني ما تنساش المحبة، ما تنساش المحتاجين، ما تنساش انك ترفع مستوى الناس اللي هم عشان كده قلت العقل للناس اللي ما بتستخدموش قوي، او الناس اللي هم يعني بالعاطفة برضو ما تنساهمش. يعني ان تحرم الناس من حقوقهم وان تتحدى انسانيتهم بذاتها. نرفع كمان لاخر المقال، ده تقريبا اخر المقال، ودي كانت اقوال نيلسون مانديلا. فيعني هذا الرجل العظيم اللي وفاته البنية سنة 2013 حزن العالم كله عليه، لأنه رمز. رمز ليه؟ لأنه أحب وتفانى في حبه لبلده إلى أنه تقريبا اتسجن حوالي 30 سنة، 30 سنة من عمره. ده مواليد 1918 1300، يعني مات سنه 95 سنة. لما تسجن منهم 30 سنة وهو في شبابه، يعني لما يتسجن من سن 35 ولا 40 ويطلع سنه 65 70، ده يعمل ايه؟ لم يفقد الامل، حارب العنصريه وغير الدستور، ومش شجع السود انهم يبقوا ضده البيض، لا، مع بعض، عشان في بلد اسمها جنوب افريقيا، دي بلدنا كلنا، بلدنا تسعنا كلنا. نجاح مبهر. جنوب افريقيا فين دلوقتي؟ جنوب افريقيا بيدير بيها المثل. سيبك من كورونا ومتحور والكلام، دي حاجات او بيئه مالهاش يد فيها، لكن هو في الاخر جنوب افريقيا بلد يعني ممكن تستضيف بطولات دوليه، ممكن ان يحصل فيها اي تجاره، وخلي بالك تجاره الماس والعاج والحاجات دي كلها اللي هي المجوهرات موجوده في جنوب افريقيا، في مستثمرين في جنوب افريقيا طبعا، في مناجم ذهب في جنوب، في بترول في جنوب افريقيا، في زراعه، في عقليات جبارة اقتصادية، في عقليات جبارة. سود وبيض، ما عادش الفرق ده دلوقتي. الدستور هناك بيمنح الأسود أنه يقود والأبيض أنه يقود، والأقليات لا يحرموا أبدا، لأن هو لو حرمنا الأقليات، وهي هو ده الذكاء بتاع العلمانية، الذكاء من البرنامج اللي اتحط في العلمانية، ان انت لما تفقد اقلية ممكن الاقلية دي تكون عندها عقد اقتصادي ما ينفعش انك تعوضه، زي ما مصر فقدت العنصر اليهودي اللي كان موجود وكان بيحتل شيء من التجارة ايام الملك فاروق او قبلها الملك احمد فؤاد، ولدرجة ان كانت اعظم المحلات كانت باسم اليهود في مصر، اللي هي شيكوريل وعمر افندي و بن زاين اللي هي اولاد صهيون، يعني اللي يعني بنقولها بالمصري العادي بن زيون عدس ريفولي، ده باينه يعني، او اولاد صهيون عدس وريفولي. اولاد صهيون اللي هم مين؟ اللي هم اليهود اللي حضرتك خنقت عليهم او ضيقت عليهم سياسيا فطاروا منك كتله اقتصاديه. في يعني هي يعني الكتل متغيره، لكن اقصد انك انت لو حافظت عليهم بعد ثوره 52 اعتقد كانت الدنيا كانت ممكن تتغير وتبقى بيس اكتر من كده. ده جزء يعني، ده جزء من اخطائنا ونتعلم منه، يعني ان احنا ما ندسوا، رغم ان في ناس قالوا انه لا ما تضغطش عليهم، هم خافوا ومشوا لوحدهم. طب انت خوفتهم ليه؟ يعني انت ما ضغطتش عليهم، انت خوفتهم ليه؟ ما اديتهمش الامان ليه كاقليات؟ هم عددهم دلوقتي كام؟ 8 ولا 9 تقريبا، يعني حاجه كده، ومنهم في يعني كبيره الجاليه اليهوديه في مصر، مصريه حتى النخاع،
بتقوله بتخدم في مجال الثقافة، وطبعا استضيفت على شاشات التلفزيون المصري، ودي حاجة مرحب بيها في مصر لأنها مصرية، هي مصرية، وكان والدها محامي في نقابة المحامين، وكانت ديانته يهودي، فاش مشكلة. لكن في مشكلة عند الناس قليلة العقل يعني، أو إنها ممكن إنها تخوف ناس، وفي ناس قالوا اليهودي النهاردة والمسيحي بكرة، وبعدين الشيعي بعده والبهائي، يعني واخدينها في يعني هم في حرب دائمة. مين اللي زرع هذه الحروب الدائمة في عقله؟ العنصرية اللي احنا نتكلم عنها النهاردة، اللي بدأناها بنيلسون مانديلا. فهل العنصرية دي موجودة في دول الشرق ودول الغرب؟ موجودة في دول الغرب، بتحارب جدا في دول الغرب، في أمريكا موجودة، نسبتها ضئيلة جدا، لكن ما أقدرش أقول إنها انتفت بنسبة 100%، رغم إن الدستور يديهم الحق، رغم إن بعض الـ يعني الأجهزة الحكومية أغلبها كلها تقريبا سود. رئاسة الجمهورية فيها سود، في نائب رئيس الدولة من السود، ويعتبرش من البيض. الموضوع ده تقريبا يعني في حاجات إيجابية كمان اتعملت للسود في أمريكا لا يتخيلها عقل، من بعد الستينات، من بعد مارتن لوثر كينج. فالعنصرية طبعا الدول كلها بتحاربها، موجودة لدى أشخاص، إنما لما تكون لدى حكومات هي دي المشكلة. لما تكون موجودة لدى أحزاب بعينها برضو مشكلة. يعني الحزب الريبابليكان اللي هو الديمقراطي الجمهوري قالوا انه لا ده ضد السود، راحوا يعني اكتر من السود اللي عينوهم في الحزب، ما فيش اكتر من كده. واغلب الجمهوريين اللي موجودين في الحزب في مناطق اللي هي التكتلات السكنية بتاعتها سود كلهم نفس الوضع برضو. فما فيش يعني الحتة دي الدول الكبرى بالعلمانية بتحاربها. طيب الدول اللي هي بتنمو لا ما بتحاربهاش قوي، بتحاول انها تحط قوانين للأسف الأغلبية بتطبقها على الأقليات ومش على نفسها، أيا كانت الأقليات دي ايه. ما الأقليات دي ممكن تبقى الأقلية الدينية اللي موجودة، ممكن تبقى الأقلية العرقية اللي موجودة، ما حكم القبيلة، حكم الأغلبية في كده. يعني في حاجة كده قالها من المفكرين اللي هم مبدعين المصريين اللي درسوا في ألمانيا، وقالوا إن عبد المنعم أبو الفتوح قال إن ممكن حاجة كل حاجة تتحط بالديمقراطية وهنفوز بيها. لا يا حبيبي، ما هو في حاجة اسمها التمييز الإيجابي للأقليات، وفي حاجات ما ينفعش تعمل عليها انتخابات، في حاجات منطقية ما تنفعش تقول أنا أنفي الشعب ده أموت الشعب، ما ينفعش. دي ضد العلمانية وضد الديمقراطية وضد هذا الأسلوب اللي ما عرفش انت جبته منين. ده عبد المنعم الفتوح ده كان واحد من الذين رشحوا لرئاسة الدولة في مصر، وبيقول طبعا انتمائه لجماعة الإخوان وبعد كده انفصلوا عنهم، ده كان التمثيلية، لكن هو كان مستمر ان كل حاجة عايز يعملها بالانتخابات، ويفرض بقى القوانين الدينية والأقليات تروح. فاكر الديمقراطية بتفكيره هو، لا، هو النظام كله متكامل على بعضه، اسمها العلمانية مش الديمقراطية بس. فلو نفذت ديمقراطية من غير علمانية ما لهاش لازمة، مش هتنفع، اللي هي الانتخابات والأغلبية تحكم، زي ما احنا بنشوف ان كل الأغلبية بتستحوذ على كل الحاجات، ما فيش تمييز. التمييز بيجي بالتعيين مش من الناس نفسها. لكن في جنوب أفريقيا في بيض بيترشحوا وبيكسبوا رغم ان الأغلبية سود، وهو ده اللي نجح فيه مانديلا، نجح فيه ان الافيد والاصلح هو اللي يمسك مع وجود التمييز الايجابي للاقليات طبعا، لان الاعداد ممكن تفرق وتعمل يعني فرق في محاربة العنصرية. احنا عاملين دستور في مصر فيه عنصرية طبعا مما لا شك فيه، القوانين طبعا لشريعة الدين الأغلبي ولازم توافق دين الأغلبي، حتى قوانين الميراث طبقت على المسيحيين رغم ان عندهم قوانين تانية، يعني حتى الأحوال الشخصية بتاعتهم وقوانين الميراث دي معرفش هل تطبق فعليا ولا لا، يعني لسه لغاية دلوقتي لم يسن لها قانون، هي مشروع قانون.
في قاضي، قاضي محترم، قال لك بص للشريعه بتاعتهم، ولو ان دي برضو يعني عايزه، يعني عايزه جدل، هل في قانون ان هو يساوي بين البنت والولد في الميراث في مصر؟ مفيش، بس هو حكم بناء على طلب محامي مسيحي لاسره مسيحيه ان البنت تساوي الولد. القاضي حكم بكده. طيب لو الولد مش عايز، حاسس ان هو مظلوم، ما هو ده عرف في البلد انه ياخد الضعف والبنت تاخد النص، ويرفع قضية تانية قدام قاضي تاني في دايرة تانية بيحكم بالشريعة الإسلامية، يبقى الذكر مثل حظ الأنثيين. يبقى هل القانون ده هيستمر؟ ما بتكلمش ان القانون ده بيعمل عنصرية، لكن بتكلم على انه نموذج مش واضح، رغم ان في حاجات في القانون الوصية وغيره وغيره، وممكن يعمل ويخالف النص التشريعي بانه يعمل وصيه وله حق في ممارسه التلت وحاجات كده، ممكن انها تعوض البنت لو هو الاب شايف ان البنت ممكن تتظلم بالقانون. يعني في حل، بس مش كل الناس تعرفه. في حاجه تانية كمان في العنصريه في مصر، ان يعني المشاكل كلها الطائفية في مصر ناتجة عن العنصرية والأكثرية. إحنا العدد الأكبر، إحنا المتفوقين عدديا، إحنا اللي نملك القوة، إحنا اللي معانا الضابط، إحنا اللي معانا القاضي، إحنا اللي معانا وكيل النيابة، إحنا اللي نحكم، إحنا اللي نقول ويمشي. طب القانون فين؟ لا قانون إيه؟ إحنا هنطوعه للعرف بتاعنا، دفاتر دفاترنا وكل حاجة بتاعتنا، حتى لو النظام مش عايز ده، لكن هو ده اللي ماشي. طب تحاربه ازاي؟ تعليم، اعلام، نصرة الحق. ازاي بقى؟ ازاي تعملها دي؟ ده منظومة متكاملة. دي العلمانية ملهاش حل، لازم تلجأ الى الحل العلماني. لو لجأت إلى الحل الديني عنصرية تماما، ملهاش حل. لو لجأت إلى الحل العلماني أنت في طريقك إلى محاربة العنصرية. والعنصرية ليها حاجات كتيرة قوي، مظاهر كتيرة قوي، يعني ممكن تبقى على المستوى الفردي، على المستوى الاجتماعي، على مستوى بين الأخوات، واحد يميز نفسه. دي لازم إنها تحارب مش بالتعليم، بالكفالة الاجتماعية اللي موجودة. يعني حاجة كده زي ما تكون ايه، من الصغر لازم يتزرع انك ما انتش مميز عن اخوك اللي قاعد جنبك، لا بدينك انت مميز، ولا باقتصادياتك اذا كنت اغنى او لا، ولا بلبسك. انت مميز بتفكيرك الراقي، اللي هو ايه؟ اللي هو انك تحب الناس وتخدمهم، وعلمك ده يبقى من أجلهم ومن أجلك أنت كمان، يعني من الاتنين. مكانتك تيجي، مكانتك تيجي من رقيك مش من تعاليك. تاني، مكانتك الاجتماعية تيجي من رقيك، من حضارتك، من أخلاقك، لكن ما تجيش بتعاليك. مجرد ما تقول أنا الأعلى أنت سقطت. عايز افكرك في الكتب المقدسه كلها اللي قال انا الاعلى سقط، اللي هو الشيطان، كبرياء وقعه. انا الاعلى، فبقى في تمييز وعنصريه، بقى في ظلم، بقى في مجتمع مش مسالم، مش يعني متسامح مع نفسه. العنصريه ممكن تيجي مع فرد في وسط فصل، في الجامعة، فكرة من رجل دين بيتسلط على مجموعة من الناس، سلفي كان أو إخواني أو أيا كان، أو حتى ملوش انتماء بالسلفية والإخوانية، ولكن عنده هذا الفكر أو منتمي إلى هذا الفكر، بالعنصرية. والعنصرية في مصر ازدراء الدين، اي حد يقول رايه هو مزدري،
اي حد ما يقولش راي المؤسسه الدينيه او يبقى مخالف عنها باحترام هو مزدري للدين ويتحاسب ويتحكم عليه بالحبس وياخد اقصى عقوبه 5 سنين. مطاطية القانون بتدي نوع من العنصرية لأن بيفهمها القاضي على حسب مفهوم الدين وبيرجع للمادة 2. الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع. يبتدي يحط الشريعة قبل القانون، وده أنا جبت فيها نائب وزير الأوقاف قبلها وكان شيخ من شيوخ الأزهر الأفاضل وناقشته، هل القاضي يحكم بالشريعة ولا بالقانون؟ قال لي بالشريعة من غير ما ياخد باله إن هو من الحكومة. ده نائب وزير الأوقاف. إن القاضي يحكم بالقانون مش بالشريعة. كون إن القضاة خدوا خريجين الأزهر بتعاليم الأزهر اللي موجود فيها الشريعة والقانون وأصول الدين وغيره، هل مزجت معهم العلمانية وقوانين التسامح والعدالة للوصول للعدالة المطلقة؟ مش عارف، هل وزارة العدل عملت لهم ده؟ عملت المزج ده؟ ولا ما عملتش ده؟ لما نفاجأ ان في قضاء، يعني مثلا 2 وقفوا قدام القضاء بآرائهم وكتبهم في نقد بعض حاجات في التراث، ويمكن فيهم واحد عدى الخط الأحمر كمان المسموح به، دكتور سيد القمن، وحكم قدام قاضيه الطبيعي، والقاضي طلع انه بيقرأ، ده حظه، وابتدى يتفاهم معاه وقال له ان في الآخر ان هذا الجدال مكانه الكتب وساحات الفكر مش القضاء. بعديها بعشرين 25 سنة أحمد عبد الماهر بيخش القضاء ويتفك الحرز وما يتقريش إيه الحكاية، لكن بالتوصيات وطالما أمن دولة ياخد حكم ب5 سنين سجن، رغم إن سيد القمني الدكتور سيد القمني آراؤه يعني بالنسبة لأحمد عبد الماهر يعني متحررة جدا. وأحمد عبد الماهر بيأكد إسلامه في كل موضع وفي كل سؤال، وبيقرأ الشهادتين كأنهم كأنهم بيغزوه في إسلامه، ودي طبعا دي برضو عنيفة، يعني هجوم عنيف عليه. سيد القمني بيقول لا أنا مش محتاج إن أنا أقول لك ده، أنا بقول لك إن سيد القمني مسلم ما تسألنيش عن إيماني، مالكش دعوة بيه. أكثر جرأة، لكن قدام قاضي طبيعي وقاضي متفهم وطلع براءه وخد جائزة الدولة التقديرية بعديها، واترفعت عليه قضية تانية معرفش مصيرها ايه. لو هتبقى مصير الحكاية ان اي حد يترفع عليه قضية واي محامي يرفع قضية حزبة ويحاكم مفكر، يبقى مصر هتفقد مفكريها في خلال ايام. وعشان كده بيناشدوا رئيس الدولة للتدخل في هذا الامر، الفكر بالفكر، اما القضاء للمجرم واللي بيجرم بالقوانين. استخدام القوة لغير الدولة مجرمة بالقانون، ليس لها أي مبرر ولا حديث ولا آية ولا أي حاجة تبرر ده، والدولة تقف أمام هذا بقوة شديدة تحارب أي واحد يحارب السلطة بالسلاح، مش من حقه حتى لو كان مرتدي عباءة الدين. طيب ما ده جميل، كمل بقى. يعني اي حد مرتدي عباءة الدين في اي قانون تاني غير محاربة السلطة بيعدي، مش كده؟ ما هو احمد عبد الماهر مجرد الاتهام في اسلامه هو ازدراء،
مجرد عدم مناقشة أفكاره هو ازدراء. مجرد عدم الرد عليه، ما اعرفش هم عايزين او مش عايزين، او مش عايزين يخلقوا هذا الجدال، ده برضو ده نوع من انواع الازدراء للإنسانية، للإنسان اللي قدامك اللي بيقدم فكره. العنصرية جوانبها كتيرة قوي، اساسها العنصري، مش هقول الدين لان البيض والسود ما كانوا متدينين بدين واحد، لكن في مصر مش العرق، ولو ان العرق بيجي هنا بقى عربي وغير عربي وشامي وحاجات كده يعني ونوبي، والعرق ليها برضو شوية، لكن ما هواش الاساس او في العنصرية او القبلية. الدين هو كل شيء، وانهي دين؟ السني، وانهي سني؟ السلفي، مع ان الازهر اشاعرة بس الناس ما تعرفش، ولما تيجي تسأل اي حد من اخواتنا المسلمين يقول لك انا مسلم بس. ايوه مسلم بس، لكن انت بتسمع سلفي، فانت بتاخد افكاره، انت بتستجيب للقانون الفلاني وازدراء الاديان ومصر عليه، هو ده اللي هيحمي الدين، مصر عليه حتى مع ظلم الناس. يقول لك واحد واثنين واربعه وخمسه وسته يتظلموا وتكمم الافواه احسن ما ان الدين، فاكر ان هو ده مهاجمه الدين، يعني مهاجمه التراث، مهاجمه شخص فقيه في الدين، هو ده الدين. لا لا، مش دين. الفقه ليس دينا، التاريخ ليس دينا، التعليم البشري ليس دينا، الرأي البشري ليس دينا، حتى ولو كان في الدين. انك تقدس البشر في الاخر هم مخطئين في عصرهم، وانت تقدسهم الان، ما انت ما بتقراش، انت رايح فين؟ بغض النظر عن النصوص اللي موجودة والحاجات اللي تتقال على النت بالتفصيلات، التفصيلات دي بتتقال علشان تبقى جايد، يعني تبقى مرشد للناس علشان تقرأ وتتثقف وتوافق أو ترفض. وعلى فكرة ده اتعمل كتير في المسيحية، وعشان كده في تعدد طوائف في المسيحية من التفكير. في واحد بيفكر يقول لك لا دول مش صح، دول غلط، انا عامل طائفه لوحدي. وامريكا بتتمتع بده كويس قوي، فيها 126 طائفه انجيليه، 126 طائفه انجيليه بتسميته، كلهم يندرجوا تحت المسيحيين الانجليين. والكاثوليك، في كاثوليك كتير، في كاثوليك تبع روما، وفي كاثوليك تبع نفسه عادي، وفي الارثوذكسيين طبعا كلهم يتبع الكنيسه الارثوذكسيه الروسيه، الارثوذكسيه اليونانيه، الارثوذكسيه المصريه وهكذا. لكن دي لا تمثل عائق في القانون، لان احنا في دوله علمانيه، كل يقول اللي هو عايزه، بس من غير اهانات، من غير تجريح، من غير التعدي على اشخاص، ملوش الحق في ده، لكن يقول رأيه في العموم. وعلى فكرة كمان رأيه ده في الحاكم، في الجوفرنر، في المسؤول، من حقه، ولا يعد إهانة ولا يعد تجريحا، لأن الشخص اللي قبل أن يتولى المسؤولية لابد أن يصاب بسهام الآراء. هو عارف انه في ناس هتبقى معاه وناس هتبقى ضده، فيرد على اللي ضده الفكر بالفكر. لو حد تجاوز للتعدي في حاجات شخصية كتير قوي وثبتت عليها، يحاكم طبعا. لكن لمجرد الاهانة عشان المسؤول ده مش واخد باله، المسؤول لا تعد اهانة، لان هو بينتقد المنصب ولا ينتقد الشخص. ومع ذلك ان في بعض الناس، يعني طبعا طالما ارتضى ان هو يبقى جمهوري او طالع للجماهير، انه بعض الحاجات الشخصية ممكن ان يهاجم فيها، هو يبقى على الاستعداد ده.
وترامب حصل له كده، وجورج بوش حصل له كده، وبايدن حصل له كده، وكل الدنيا حصلت لها كده. فما بياخدش الحصانة اللي بيسموها ايه، حصانة القيم، لا. وعلى فكرة يعني في مصر في نكت كتير طلعت على جمال عبد الناصر وعلى أنور السادات وعلى حسني مبارك، والنكت دي كانوا بيسمعوها والمخابرات بتأيدها، لأن ده كان هو ده النقد، إنه بتظهر في صورة نكتة، هو ده النقد المسموح بيه في مصر، يعني إن النقد ده يظهر في صورة نكتة. كان جمال بيتخض منها شوية، السادات كان بيحب يسمعها ويزيد فيها لو كان عايز يدي العكس، أو حسني مبارك كان لا بيديها اهتمام ولا حاجة، لكن كان في تقارير بتجيله، لأن ده النقد، ده أسلوب نقد. وعلى فكرة فيها نكت صعب جدا ان حد يقولها وكانت بتوصل له. فده مش، اوعى تقول لي انه في اي حتة في العالم اي حد بينتهج الاسلوب الجماهيري لابد ان يكون عرضة لمثل هذه الانتقادات، سواء المنصب او حتى الشخصية. هل يحاسب؟ او في بعض الدول طبعا بتحاسب وتوصل للاعدام، لكن في الدول العلمانية هنا لا، المنصب ده كل 4 سنين بيتغير، فما فيش مشكلة. يعني في ناس مجرد ترامب ما ساب خلاص ولا حاجة، ولا بتهاجم ترامب ولا بتعمل أي حاجة عنه ولا بتاع، كل ما يظهر تهاجمه، لكن هو سياسيا هي ضده سياسيا، لكن مش ضده إنسانيا. هو مش على المستوى الإنساني محاصر، لا، هو على المستوى السياسي ممكن أن يكون حوصر من الديمقراطيين جدا، زي ما بايدن ممكن يبقى محاصر من الريبابليكان، وبعد ما يمشي ولا حاجة يعني ربنا يسهل ويمشي بعد ما يعني يكون صلح شوية، لأن الأسعار اتضربت في 2 والدنيا ولعت يعني. فده المناصب دي. طيب احنا هنقول استغاثة من سوهاج، ودي برضو يعني الدولة أنا عارف إن هي مش لاقي حل أو مش عارفة تطمن الأهالي، لكن من الناس اللي مهتمين بهذا الموضوع هو الأستاذ نادر شكري، بنحاول إن احنا نتصل بيه، لكن في هو ليه حديث مع أقباط متحدون، وإحنا بناخد الإذن على الهوا إن احنا نذيع هذه الاستغاثة اللي هي للرئيس السيسي، إن في أقباط محتجزين في ليبيا مش عارفين عنهم حاجة من محافظة سوهاج، ودي استغاثة. هل الموضوع في جريمة وراهم، في اختطاف وراهم، في طلب فدية، في مين اللي حاجزهم؟ محدش عارف. هم فين؟ محدش عارف. في استغاثات حصلت من أهاليهم كتير، في أقباط متحدون بيقدموا الاستغاثة دي، بيقدموا وقالوا كتير، فاحنا بنضم صوتنا لصوتهم علشان نعرف هم فين، وبنناشد رئيس الدولة طبعا اللي هو رئيس كل المصريين رئيس السيسي، فين دول وليه هم محتجزين؟ استغاثة عاجلة للرئيس السيسي، من ينقذ الأقباط المحتجزين بليبيا بتاريخ النهاردة. وطبعا في الصورة الاستغاثة وقدام السفارة الليبية عملها الأستاذ نادر شكري. نشوف الحديث بتاعه الأول وبعدين نقرأ المقال لو معانا الفيلم، يعني نقدر نشغل الفيديو، فيديو الأستاذ نادر شكري اللي بيناشد فيه الرئيس السيسي للتدخل في هذا الموضوع. احنا عارفين ان ليبيا امنيا يعني في حاجات ما نقدرش نحددها، وهم محتجزين من قبل مين، من انهي سلطة مش عارفين. ارسل اقباط سوهاج استغاثة لرئاسة الجمهورية للتدخل السريع للافراج عن ابنائهم المحتجزين بليبيا منذ 15 يوم، حيث كشفت الاسر عن احتجاز 17 قبطيا من شباب مركز المراغة بسوهاج، وذلك من قبل السلطات الليبية، ولم يتم الإفراج عنهم حتى الآن. وذكرت الأسر أسماء المحتجزين، وهم عاصم عبد غبريال، جورج ناصر رياض، مريس ملاك متياس، وائل سمير شوقي، هاني زكي شاكر، هيثم نظير ملاك، جرجس نظير ملاك، ثابت جاد حنة، بخيت ملاك متياس، عدلي أسعد عطايا، ميخائيل نظير ملاك، روماني مسعود فهيم، كريم أبو الغيط، عماد نصري قلدي، دانيال صابر لمعي، حسقيال صابر لمعي، ونشدت الأسر وزارة الخارجية المصرية، وزارة الهجرة التدخل لإنقاذ المصريين خوفا من بيعهم.
لجهات متطرفة يتكرر سيناريو شهداء ليبيا في عام 2015، حيث انقطعت الاتصالات والأخبار. نقرأ نرفع كمان مع أبنائهم مطالبين الحكومة المصرية، ارفع كمان الخبر مع أبنائهم مطالبين الحكومة المصرية سرعة التدخل قبل تدهور الأزمة. في تكملة للخبر، وقال جرجس خليفة شقيق أحد المحتجزين، أن عايز أقرأ الخبر ارفع شوية، أن الشباب المحتجزين في من مركزي المراغة وجهينة وغير معروف مصيرهم إذا كان تم حجزه من قبل سلطات ليبيا أو تعرضوا للخطف من جهات مجهولة، مشيرا أن هناك أكثر من 20 قبطيا من قرية الجزازرة وثمانية من قرية الحريدية وثلاثة من قرية أولاد أبو إسماعيل بمركز المراغة واثنين من قرية عنبس مركز جهينة، فضلا على آخرين من قرى أخرى وتابع أن شقيقه ملاك خليفة فكري سافر إلى طرابلس في يناير الماضي برفقة مجموعة من الشباب بالسوهاج، وذلك عن طريق مطار دبي بتأشيرات رسمية، وذلك العمل هناك حيث كانوا يعيشون في حي قرقاش والذي يعيش فيه عشرات المصريين. تابع أيضا، علمنا من أحد المقيمين هناك أن تم اختطاف عدد من المصريين بهذا الحي دون معرفة مصيرهم إذا كان احتجاز من قبل جهات رسمية أو جهات مجهولة، واختفاء وفور اختفاء الشباب تجمعت أسرهم وتم حصر بعضهم حيث يزيد العدد عن 40 قبطيا بمركزي مراغة وجهينة. تم تحرير محضرا رسميا في مركز شرطة المراغة بعملية الاختفاء، وتابع جرجس أنهم توجهوا للخارجية المصرية وقدموا شكوى باختفاء أبنائهم، ولكن حتى الآن لم يتم الرد من قبل الخارجية عن مصير الشباب. انقطعت كافة الاتصالات بجميع الشباب وسط حالة من الحزن والألم لأسرهم، مناشدين الرئيس عبد الفتاح السيسي للتدخل للإفراج. نرفع كمان نرفع الخبر عن الشباب الذي سافر من أجل لقمة العيش، الخبر ده موجود على أقباط متحدون وهو اللي كاتب بهذه يعني الوضوح وهذه الحقيقة. الحقيقة في فيديو لكمان الأستاذ نادر شكري بيوضح الموضوع، ولو جاهز ممكن نشغل الفيديو ونشوف أستاذ نادر قايل ايه. نشوف مع بعض. شغال في الفيديو فيها مشكلة يعني. طيب عموما هو قايل عن الموضوع وكاتب يعني جاي في الخلفية السفارة الليبية، وعايز ان المسؤولين في مصر يشوفوا ايه الموضوع، لان هم المسؤولين في مصر وممكن ما فيش حد ممكن يتبرع ويسافر ليبيا في هذه الاجواء الامنية الصعبة. لكن في الاخر احنا بنناشد المسؤولين المصريين، بنناشد السلطات الليبية، دول فين؟ دول مع مين؟ مع انهي فصيل؟ مع فصيل حكومي ولا مع فصيل ارهابي ولا فصيل ايه بالظبط؟ هم دول فين بالظبط؟ اعتقد ان المخابرات المصريه ممكن ان تهتم بما ب 40 مصري موجودين في ليبيا في حاله احنا مش عارفينهم في ايه. وبنناشد الخارجيه المصريه، بنناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بنناشد كل المسؤولين، نشوف يعني الناس دي فين وحصل لها ايه، لانه 40 انسان مصري، واعتقد ان التدخل على اعلى مستوى ممكن يفيد في هذا الموضوع. دايما تعودنا ان لما بتحصل اي مشكله لاي مصري في اي بلد كانت السفيره الوزيره الناشطه نبيله مكرم هي اللي بتروح، بس في ليبيا هتروح لمين وهتقول ايه؟ بس برضو عايزينها تسال، يعني هي كمان تسال هم دول فين وليه، وتسال وزير الخارجيه وتسال المخابرات المصريه، عايزين نعرف مصيرهم ايه. نشوف الفيديو الأستاذ نادر شكري بيقول فيه ايه. شوف مع بعض. أعزائي المشاهدين أهلا بكم. الحقيقة أنه استمرار حجز مجموعة من المصريين في الأراضي الليبية للأسف إلى الآن حتى الآن مازال الأمر معقد. العديد من الأسر المصرية أرسلت عدة استغاثات لوزارة الخارجية المصرية ووزارة الهجرة للتدخل من أجل الإفراج عن هؤلاء المصريين. أكثر من شهرين ولحد يعني هذا اليوم ما زال الأمر معقد، لأنه ما فيش تدخلات واضحة لتوضيح مصير هؤلاء المحتجزين المصريين.
من الأسبوع الماضي توجهت الأسر، أيضا مجموعة من الأسر في مدينة صمالوط إلى وزارة الخارجية المصرية لتقديم شكوى حوالين احتجاز أبنائهم من قبل جماعات غير خاضعة للسلطات الليبية. اللي اتكلم عنهم في المرات السابقة كان مجموعات من سوهاج وأسيوط، وعرفنا ان هم محتجزين من قبل السلطات الليبية وموجودين داخل السجون الليبية، لكن المجموعة الأخيرة تم احتجازها من قبل جماعة لا تخضع للسلطات الليبية، وده خطورة الأمر انه هناك تدخلات من عدة جماعات داخل ليبيا حوالين احتجاز المصريين وغير المصريين أيضا. هذه الجماعة اللي بتقع في غرب ليبيا في منطقة اسمها الزاوية الغربية، وبتخضع لشخص يدعى عمر الضوي. الأسر الحقيقة فضلوا أكتر من شهر ما يعرفوش أي شيء عن أبنائهم، إلى أن تم الاتصال من بيهم من قبل شخص ليبي هناك، وعن طريق دعمه بالمال من قبل المحتجزين قدر أحد المحتجزين يكلم أسرته، والحقيقة إنه اتكلم عن أوضاع سيئة بيمروا بيها داخل مقر الاحتجاز. يعني تصوروا إنه طوال اليوم لا يقدم ليهم سوى وجبة واحدة، وبرغم يعني تقلبات الجو والبرودة الشديدة اللي بيمر بيها الفترة دي، إنه هؤلاء المحتجزين أيضا يعني ما بيتمش مدهم بالبطاطين او الملابس، حتى ما زالوا بملابسهم اللي تم احتجازهم بيها من اكتر من شهر في هذه المنطقة. طب الجماعة دي عايزة ايه؟ مجموعة طلبت فدية مالية من الاسر اكتر من 20,000 دينار، وطبعا هي اسر فقيرة لا تملك هذا المبلغ، وايضا ما تضمنش هو مين اللي بيكلمهم وهل هم صادقين ولا لا. وأحد المحتجزين قال لأسرته إن هذه الجماعة هي جماعة غير شرعية وعايزة الحكومة المصرية تخاطبها، وده طبعا الهدف منه إن الجماعة دي إنها يتم الاعتراف بها شرعيا أو تستمد شرعيتها من خلال مخاطبة الحكومة المصرية ليها. وطبعا ده أمر صعب، لأن الحكومة المصرية عمرها ما هتخاطب جماعات خارج السلطة الليبية، ده أمر طبعا مرفوض من قبل الحكومة المصرية. طيب هل الوضع هيستمر كده كتير؟ احنا عارفين ان السلطات الليبية محتجزة اكتر من 4,000 او 5,000 افريقي في ما بين السجون ما بين جماعات اخرى، وده في اطار انها بتحارب او بتواجه الهجرة الغير شرعية. لكن هل الامر ليه طول الموضوع؟ يعني المفروض ان يكون في تدخل من قبل الخارجية المصرية للإفراج عن هؤلاء المصريين. طبعا بعض الناس يعني أو رواد التواصل الاجتماعي لما قروا الخبر هم بيلوموا الناس اللي هي راحت ليبيا رغم الظروف دي، والبعض قال لهم يعني انتوا ما بتحرموش وبتسافروا رغم ان كنتوا عارفين الخطر اللي انتوا فيه. بكل تأكيد اللي ايده في المية مش زي اللي ايده في النار، واكيد ان كل شخص مجبر. ايه اللي يخلي شخص يخاطر بحياته علشان يسافر في ليبيا غير لقمة العيش؟ لقمة العيش هي أصعب شيء، زي لقمة العيش هي أصعب شيء اللي تخلي ناس تخاطر بحياتها وبأولادها علشان يهاجروا ويطلعوا هجرة غير شرعية عن طريق البحر. وشفنا يعني المئات ياما غرقوا في مياه البحر المتوسط أثناء محاولتهم إن هم يوصلوا لأوروبا، والهدف هو الحلم والبحث عن لقمة العيش. احنا عارفين الأوضاع سيئة جدا يعني من فترات طويلة، يمكن العالم كله حاليا بيمر بأزمة صعبة، أزمة اقتصادية. شفنا ارتفاع في الأسعار على مستوى العالم، ارتفاع في البترول، ارتفاع في مواد الغذاء، ده بيصعب الأمور أكتر نتيجة طبعا يعني الفيروس كورونا ونتيجة المتغيرات اللي بتحصل على مستوى العالم. فبكل تأكيد يعني مش داخل مصر بس بنمر بأزمات اقتصادية، ولكن أيضا في كل العالم. ده اللي بيخلي الشباب أو الناس إنها تحاول تبحث على مصدر رزق ليها ولأولادها، وإنها تأمن حياتهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. ده الهدف الأساسي. طبعا احنا عارفين إن الأوضاع في ليبيا خطر والأوضاع في ليبيا غير مستقرة، لكن كل اللي بنأمله إنه يكون في محاولات من قبل السلطات المصرية بهدف الإفراج عن هؤلاء المصريين. وسبق إن الحكومة المصرية
نجحت في الإفراج عن العديد من المصريين اللي تم احتجازهم، سواء مجموعة الصيادين في كفر الشيخ أو غيره. فكل اللي نأمله إنه يكون في محاولات أيضا من قبل الحكومة المصرية إنها تحاول أو تطمئن كمان على المحتجزين، وإن بيتم معاملتهم معاملة جيدة. ويمكن أنا تواصلت مع السفارة الليبية بالقاهرة، وكان يعني اتصالهم إن هناك يعني عملية فرز للأسماء اللي بيتم احتجازها في محاربة الهجرة غير الشرعية، ووصول أو التعرف على التجار اللي هم بيستغلوا أحلام البسطاء وبيحاولوا إن هم يهربوهم إلى الدول الأوروبية عن طريق المراكب أو القوارب الشرعية اللي هي بنسميها قوارب الموت، لأنها غير آمنة تماما. الأسر حقيقة أرسلت عدة استغاثات للمسؤولين والجهات مختلفة علشان يحاولوا يطمئنوا على أولادهم. وإحنا عندنا في صملوط حوالي يعني 11 شاب يعني من مناطق صنلوط، وعندنا في سوهاج أكثر من 40 كان معانا أسمائهم أيضا. حتى الآن لم يتم الإفراج عن هؤلاء ولم يتم الإفراج عن هؤلاء. 11 الأخيرين هم من صنلوط من الأقباط، والأسر بتخشى إنه هذه الجماعة الغير خاضعة للسلطات الليبية تتاجر بيهم أو تبيعهم لأي جهات مختلفة أو تساوم عليهم بأي شكل من الأشكال. وده يعني كل مخاوفهم انه في ذهنهم ما حدث لشهداء ليبيا في 2015، وده اللي بيخلي انه طبعا محدش يقدر يلومهم. مشاعر الأبوة والأمومة ومشاعر الأسرة كلها للاطمئنان على أبنائهم ده أمر مهم جدا، وده دور حقيقة اللي احنا بنتكلم عنه. وزارة الهجرة موجود يعني هي فين من المسألة دي؟ واحنا أرسلنا عدة رسائل ليها، يا ترى المفروض ان يكون في تواصل مع السلطات الليبيه، وان هم يطمنوا الاسر، او على الاقل يكون في مندوب يزور المصريين المحتجزين للاطمئنان عليهم. ايضا مهمه كمان دور الصليب الاحمر للاطمئنان على جميع الاشخاص المحتجزين سواء المصريين او الافارقه او غيرهم، ان هم يتعاملوا معاملة جيدة وحياة كريمة ليهم في مقر الاحتجاز. اللي أنا عايز أقوله، طبعا احنا عارفين لقمة العيش صعبة، لكن برضو عايزين أوجه رسالتين مهمين جدا. أولا الرسالة الأولى، الناس اللي تفكر إنها تسافر إلى ليبيا أرجوكوا تأنوا في هذا الأمر، لأنه احنا مش عارفين الأوضاع في ليبيا بالتحديد إزاي. احنا عارفين إن ليبيا قريبا ان شاء الله هتخش في منطقة الاعمار، وان مصر هيكون لها دور كبير في هذا الاعمار، وبالتالي هيكون هناك يعني سفر كبير، عدد كبير جدا من العمال لليبيا، ولكن عن طريق رسمي وعن طريق الحكومة المصرية وتوفير التأمين ليهم الكامل. فلازم ناخد بالنا قبل ما نخاطر بحياتنا. اعارف رغم ان لقمة العيش صعبة، لكن خلينا نكون في حذر نتيجة الأوضاع اللي بتحصل. النقطة الثانية والرسالة الثانية اللي عايز يعني بعد ما استمعنا أستاذ نادر شكري والاستغاثة المقدمة وطريق التواصل، أكيد مصر بتبذل مجهود، لكن أعتقد أن في حاجة غامضة في الموضوع، نرجو أن الخارجية المصرية توضحها والسفارة الليبية كمان توضحها لأهالي دول. إحنا وصلنا إلى عدد 40. موضوعنا النهاردة عن العنصرية، وطبعا بيسرنا ان احنا يكون معانا على الهواء سياده المستشار المحامي الاستاذ احمد عبدو ماهر. مساء الخير يا فندم. نقول يا فندم اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. يعني انا يعني متابع كل الاخبار اللي صدرت بعد الحكم، ويعني كل الاحاديث بتاعتك على النت، وسواء كان حتى المداخلات والحاجات اللي انت كمان بتعملها فرديه. سيادة المستشار، يعني عايز أقول إحنا موضوعنا النهاردة عن العنصرية، وجبنا نيلسون مانديلا كان دفع يعني كل الناس اللي هي بتحاول تغير من العنصرية في مصر والفكر العنصري بيدفعوا الثمن. هل أنت واحد منهم؟ بالطبع. ما إيه ده، مش عايز كلام يعني. وعنصرية، العنصرية عندنا يعني نوع اخر غير العنصريه اللي كان بيحاربها يعني مانديلا.
عنصرية فكرية. فمثلا عندنا دكتور اسمه سالم عبد الجليل، او استاذ اسمه سالم عبد الجليل، شيخ سالم عبد الجليل وعبد الله رشدي، بيقولوا انه المسيحي كافر، وقالوا كده في التلفزيون. طلع يعني شيخ الازهر وبرر لهم هذا الكلام، وقال اصل هم كافرين بعقيدتنا واحنا كافرين بعقيدتهم. طب هل يا ترى انا لو ابن زنا وانت ابن زنا، هل يصح ان انا اقول يا ابن الكذا وتقول لي يا ابن الكذا؟ لا طبعا. يعني ومع هذا محدش حاكمهم. عندنا الدكتور استاذ رئيس قسم الحديث في كليه اصول الدين، قال انه طالب بنشر الدعاره في دواوين الحكومه، وقال على الزميله ان ترضع زميلها في العمل، وان يكون الارضاع بالتقام الثدي مباشره، ولا يعتبر ذلك كشفا للعوره، وقال كده في جرنال بالخط العريض وصورته فيه، حدش حاكمه برضه. انما هي الظاهر المحاكمات بتبقى نوعيه، فدي صوره من صور العنصريه، انك ما تحاكمش الناس دي اللي بيقول على المسيحيين انهم كفار. فدي صوره من صور العنصريه، لانه القاعده القانونيه المفروض انها تكون عامه ومجرده. تمام. عامه على الجميع ومجرده عن الاسباب والشخصيات. هل في فرق يا سياده المستشار المحاكمه قدام قاضيك الطبيعي وقاضي المحكمه اللي هي اللي هي الطوارئ عليا او عليا طوارئ، هل في فرق بينهم؟ اه طبعا. لو انا اتحكمت قصاد محكمه الجنح فقط كان هيبقى لي حق الاستئناف وحق النقد. تمام. لكن عشان اتحكمت قصاد محكمه امن دوله طوارئ، فاصبح لا ليا لا حق استئناف ولا نقد. هو الحكم وان شوت ويصدر مرة واحدة، وليس لي إلا التماس أقدمه للحاكم العسكري. وأنا مش عارف إيه دخل أمن الدولة في إنه الناس بتتهمني وبترص اتهامات دون دليل، لمجرد إنه يعني الناس زعلانة من أو حد في الدولة مهم أوي، خلية من الخلايا السرطانية اللي موجودة في الدولة زعلانة، بتحاكم من تشاء وتعفو عن من تشاء. هذه صورة أيضا من صور العنصرية في موضوع كنتوا اللي بتتكلموا فيه النهاردة. طبعا سيادة المستشار، أنا بس عايز أقول حاجة، يعني حتى في عرف بين الناس، يعني حتى دينيا بيقولوا أنه المجتهد إذا أصاب له أجران وإذا لم يصب فله أجر واحد. يعني حضرتك بالاستراتيجية بتاعتك الهدف هو تنقية العنف من المجتمع والشوائب اللي علقت بالدين والفكر الديني بالتراث، فحضرتك عايز تفصلهم من بعض، فده حاجة ارتقاء بمستوى الإنسانية على المستوى العام، حتى لو كان في ناس ضد ده، إلى أنه حضرتك بتجتهد لترفع من مستوى الإنسان المصري ودينه كمان. فيعني انت محارب لا انت محارب للاسلام، ولا انت نافي للعقيده الاسلاميه، ولا انت خرجت منها. يعني دي بقى قمه العنصريه اللي انا بقولها، ان يعني حضرتك مجتهد وبالنسبه لقوانينهم انت مجتهد، ولك اجر حتى لو اخطات، ولك اجران اذا اصبت، انما انك انت تجتهد وتسجن دي ما سمعناهاش عنها، بنسمع عنها من محاكمه حضرتك. علق لنا على الجزئيه دي، اتفضل يا استاذ. يعني هو الحقيقه المفارقه عندي يعني صارخه، اذ اني انا كنت ضابط مخابرات في المخابرات الحربيه، وكنت ماسك كل قضايا التطرف الديني. فاحاكم في هذا الزمان على التطرف الديني، حاجه غريبه جدا انه الضابط اللي بيقاوم التطرف يتحاكم على التطرف، لانه واللي حاكمني مين؟ اللي حاكمني واحد معلش انا هيأت لابوه وامه انهم يتجوزوا ويخلفوه ويحاكمني، وبعدين يحكم عليه ب5 سنين. دي مصيبه انه الوطن ما يعرفش مين اللي دافعوا عنه،
وما اعرفش مين اللي رفع راس شعبه، ويجي بعد كده الاحفاد او الاولاد يقولوا ده متطرف او ده مش متطرف، ويعملوها انتقائيه، ده ما يتحاكمش وده يتحاكم. دي مصيبه كبيره. وبعدين المأساه الكبيره انه يكون اللي بيضربوا اللحمه الوطنيه واللي بيضربوا العقل المصري في مقتل يبقوا في طلقاء وعايشين حياتهم، واللي بيقولوا بلاش الدمويه وبلاش العنصريه وبلاش الخرافه وبلاش مخالفه القران هم دول بقى اللي يتحاكموا وياخدوا 5 سنوات. ومش كده وبس، وبلا دليل. يعني انا بتحاكم على كتاب كنت اعرف انه الكتاب ده ليه ارقام صفحات، فلما يقولوا استغل الدين في الترويج لافكار متطرفه كان يقول كالمثال في صفحه كذا وكذا وكذا. لما يقولوا انه انا عندي صوره من صور الفتنه الطائفيه كانوا يقولوا لي انا ازاي المسيحيين راح اشتكوني في الاقسام، وازاي انا اصدريت المسيحيه او عملت فتنه طائفيه بين المسلمين وبين المسيحيين لدرجه انهم ضربوا في بعض مثلا، ما قالوش برضه. ولما يقولوا انه انا يعني عملت اثاره وتكدير للسلم الاجتماعي وكدرت الصف الاجتماعي، ما قالولناش ازاي الناس اتنكدت وتعبت من الكتاب بتاعي وكان في صفحه كام تكدير السلم الاجتماعي ده. هل يا ترى لما اقول انه سيدنا محمد ما بيقولش نقتل تارك الصلاه ونقتل المرتد ونقتل الزناه ونقتل المثليين ونقتل شاتم الرسول ونفس الراسه ونقتل الزناه، هل انا لما اقول كده ابقى بكبر السلم الاجتماعي؟ لا طب وهو بقى يعني قتل المثليين وقتل المرتدين وقتل تاركي الصلاه وقتل الزناه وقتل الحاجات دي، هو ده اللي بيجعل فيه صفو اجتماعي ووئام اجتماعي؟ انا مندهش للعقليه التي تميز وفي عنصريه شديده جدا على شديده جدا عشان تنزل بيه عقاب وتترك اخرين طلقاء لا يمسهم السوء. هو لما واحد يقول انه الحمله مرة 4 سنوات يبقى عاقل، وانا لما اقول حمله المراه 9 اشهر ابقى مجنون؟ ابقى هي دي المشكله. المشكله انه الناس بتدافع عن الباطل. أصبحنا دلوقتي في دفاع عن الباطل، وأصبحنا دلوقتي في انتقائية، وأصبحنا دلوقتي في عنصرية فكرية وعنصرية بين الناس وبعضها، وللأسف مصدقين نفسنا. ومش كده بس، ده الإعلام المصري شغله قوي إنه مثلا فنان بنته رفعت عليه قضية، او انه 2 فنانين متخانقين مع رئيس نقابه المهن التمثيليه، ولا وده شغل الفن قوي وشغل الاعلام قوي وشغل التلفزيونات قوي، انما ما تشغلوش خالص ولا حد رفع السماعه وكلمني في مصر عشان يقول لي والله احنا عاملين برنامج عن سيادتك وفي هل في انت شايف ان في عنصريه او هل انت مظلوم ومظلوم من ايه؟ محدش كتب عني مقال من الساده الاشاوس الا طبعا الناس التنويريين زي الاستاذه فاطمه نعوت او سحر الجعاره. تمام. كذلك لا انسى. لا وكمان المستشار نجيب جبرائيل استضافك على النت وعرفنا من الموضوع ايه؟ طبعا طبعا مش عايزه كلام، انا عايز اقول ايه؟ انه الاخوة المسيحيين احتضنوني بسلامهم وحبهم، والاخوة المسلمين اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم وجادلهم بالتي هي احسن بيجادلوني بالتي هي اسوأ بالسجن. الف
حرف القرآن اللي نزل اللي هم مؤمنين بيه، اللي هي ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. لا، هم بيجادلوا بالتي هي أسوأ، بالسجن. إنك تتسجن ده هي المجادلة في هذه الأيام. بيخالفوا القرآن ويقولوا إن هم مسلمين، ويقولوا علي أنا بعد الإسلام، ويقولوا علي أنا بقيت مسيحي. طب ما بقى مسيحي ولا بقى يهودي ولا بقى، هم مالهم؟ مش ربنا سبحانه وتعالى قال لا إكراه في الدين؟ مش ربنا سبحانه وتعالى قال من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر؟ مش ربنا سبحانه وتعالى قال لهم ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ لكن للأسف أنا كتبت كتاب اسمه إضلال الأمة بفقه الأئمة، كل سطر فيه documented، وهذا الكتاب كل سطر فيه مكتوب الصفحة والكتاب اسم الكتاب اللي أنا بنقده. أنا مش أنا اللي قلت لا تبنى كنيسة في الإسلام وإذا بنيت هدمت، مش أنا اللي قلت إنه ووقاية شر الأسير أن تفقع عينيه وتقطع يديه ورجليه، مش أنا اللي قلت إنه على فكرة أنتم مؤمنين من النوم وبقول لك الكلام ده وفايق، مش أنا اللي قلت إنه لابد من التضييق على المشركين في الطرقات. هل هذا دين؟ هل يكون هذه المسائل اللي أنا ذكرتها دين أم طين؟ أنا عايز أعرف تحت ذمة أي عقل في العالم حتى عقل البرغوت، هل اللي أنا قلته ده لما يبقى في مناهج دراسية بتدرس هل ده صحيح؟ عقول بتاعي اللي هي بتعمله؟ هل النهاردة أي إنسان محترم يقول إن ده دين؟ كيف في الدنيا حد يقول على نبيه إنه كان بيباشر زوجاته وهم حيض؟ طبعا هتقولي لا مش ممكن. أقول لك بقى البخاري في أربع حديث، في حد في الدنيا يقول إنه نبيه كان بيباشر زوجاته كلهن بغسل واحد في ساعة واحدة من الليل والنهار؟ أقول لك البخاري قال كده وهم راضين مش شايفين إنه أصدار الدين ولا حد، بيهين النبي وراضين عليه وشايفينه كتاب مقدس، إنما كتابي أنا بتسجل عليه 5 سنين. هذه هي الحقيقة. طبعا الفضائح أكبر من كده بكتير، لكن أنا بقول في عجالة وأنا بقول لك الكلام ده وأنا قايم من النوم على جرس التليفون بتاعكم. تمام يا استاذ احمد، يعني واضح ان الموضوع انت متاثر بيه جدا طبعا، واحنا متاثرين كلنا لهذا الحكم، وان مجرد ان حد يقول رايه وان نيته صادقه في ارتقاء بالمستوى الانسان واخلاقه من العنف اللي ممكن يكون موجود في بعض الافكار التراثيه، حضرتك من ضمن الناس المستنيرين والمنورين في المجتمع المصري بارائك التي لا تزدري لدين ولا غيره. ممكن انها تكون في بعض الناس لقوا ان ازدراء لشخصهم هم او لفكرهم هم، فهم فاكرين نفسهم هم الدين. فيعني هل يعني في مصر وصلت العقليه المصريه لان انا مش قادر افرق ما بين الدين وهو دين وما بين الفقه وما يقوله البشر فهو قول بشري يجب ان يخضع للنقاش والنقد؟ ما يعرفوش الفرق بين الدين والتدين، ما يعرفوش انه قول الائمه الاربعه انه ليس على الرجل اجر طبيب ولا نفقه دواء، ان ده من المدسوسات على الاسلام. ما يعرفوش ان قول الامام مالك وقول الامام احمد بن حنبل انه لا يجبر الزوج على شراء كفن لزوجته المتوفاه حتى ولو كانت فقيره،
انه ده ضد الاسلام وضد اي دين وضد اي انسانيه وضد اي عقل وضد اي زفت طين. شايفين ان انا متطرف؟ هذه انا بقول لك نصوص في كتب، نصوص في كتب، والتخزق عين اللي مفتح عينيه واللي مغمض عينيه. ومع هذا لا، انتقائيه التعذيب، عايزين يعذبونا. طب هل في الحكم استاذ احمد طلب مصادره الكتاب اللي حضرتك كتبته اللي هو اضلال الامه بفقه الائمه، ولا ما جوش ناحيه الكتاب؟ الـ لحد لما اتحكمت وقلت للقاضي في اكثر من جلسه، ازاي المؤلف بيتحاكم والكتاب والمؤلف الحكومه بتبيعه في دار المعارف التابعه لوزاره الثقافه؟ قلت الكلام ده مرتين، وقدمت فاتورتين، اشتريت انا كتابي وجبت فواتير من دار المعارف. عارف حصل ايه بقى؟ طب هو حكم بمصادره الكتاب، انما ما فيش حد ابدا صادر الكتاب. انما لما قلت له انا ازاي ده يتعمل، ازاي المفارقه دي تكون، قام اصدر في حكمه مصادره الكتاب. يعني الكتاب ما كانش موضع للمحاكمة، هو كان الشخص نفسه مؤلف الكتاب هو موضع المحاكمة. أستاذ أحمد، يعني الالتماس وضعه إيه القانوني؟ اتفضل. الحكم كان يوم 18 نوفمبر تمام سنة 2021. أيوة، يوم 18 نوفمبر 2021 أنا اشتريت كتاب من دار المعارف. يعني الدولة ما وصلهاش حكاية المصادرة. المفروض ان وصلوا بقى بالحكم ده. طيب استاذ احمد، الالتماس وضعه ايه قانونيا؟ يعني المحامين بيقولوا لك ايه؟ لا، ما هو الالتماس للاسف، يعني لما تكتب كتاب والناس ما تقراهوش وتقدمك للمحاكمه، والقاضي ما يقراهوش ويقدمك للمحاكمه، انت عارف حصل ايه يا استاذ عادل؟ اتفضل يا فندم. المحامين وكانوا 10 محامين سألوا القاضي يوم 17/11، قالوا له في كتاب في ملف القضية. فالقاضي سأل أمين السر في كتاب في ملف القضية، فرد أمين السر قال لا مفيش، بس في حرز. قال له هات الحرز، جاب الحرز، عبارة عن ظرف مختوم بالشمع الأحمر. القاضي فض الحرز وطلع منه كتاب، قال لهم هو الكتاب ده حضرات؟ قالوا له اه. الكتاب ده هو كتابي انا، اضلال الامه بفقه الائمه. كان اول مره القاضي يتصل بيه. الكتاب ده 432 صفحه، والقضيه 300 صفحه، يبقى دي 732 صفحه. وقدموا 50 حافظه مستندات، كل حافظه فيها من 3 ل 6 ورقه. وقدموا 20 ورقه مذكرة دفاع. وكل ده بقى القاضي قراه وحكم في ساعة ونص عليا بالسجن 5 سنين. لا، ساعات القاضي من حقه في مصر. المحامين كتبوا اقرارات بهذا اللي انا قلته لسيادتك. تمام يا فندم. 7 محامين كتبوا اقرارات مكتوبة بالامضاء، من ضمنهم الاستاذ نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصري لحقوق الانسان، انه الكلام ده حصل في ومع واديني قدمت الاقرارات وقدمت التظلم، ونسال الله السلامه. اما اشوف العدل في مصر شكله ايه؟ احنا نثق في رئيس الدوله سياده المستشار، لان هو الحاكم العسكري برضه، هو الحاكم المدني والحاكم العسكري، هو القائد الاعلى للقوات المسلحه، وبالتالي فهو القائد الاعلى وهو القاضي العسكري وهو الحاكم العسكري. فاعتقد ان الالتماس ده، وهو نادى بالتجديد قبل كده، وهو اللي قال، يعني ده قال كلام اصعب من اللي حضرتك قلته. قال لو تخرج براه وتشوفه تبقى تقدر تحكم عليه، وان احنا مليار ما نقدرش، يبقى الفقه بتاعنا عايز يقتل الثمانية مليار. ما يعني قال كلام اكتر من كده. لا، وقال حاجه تانية كمان، قال انتوا فاكرين ان احنا اللي هنضيع الدين؟ هو بعد اللي احنا فيه ده في ضياع تاني؟ قال كده كمان، قال كده الرئيس.
وألا حاجيكم يوم القيامة، يعني معناها إنه أنا مش يعني مش مقتنع بالتجديد اللي بتعملوه، إنك تحذف لي سطرين ولا ثلاثة والفكر موجود في المنهج. ومع هذا أكثر أهل التنوير حكموا في عهد سيادة الرئيس. ومع هذا أكثر أهل التنوير سجنوا في عهد الرئيس. يبقى لما قلت معلش يبقى في لوغاريتم في هذه المعادلة. في حاجة مش مفهوم. في لوغاريتم في هذه المعادلة. في حاجة مش مفهوم. هو يعني طبعا بعد حكم الـ يعني الـ 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 الإعفاء من الإسلام البحيري، ده كان في آخر شهر، فنعتبره برضو إعفاء، لكن محمد نصر لم ينال هذا الإعفاء، وحضرتك لسه الالتماس حتى ما فيش خبر عنه لغاية دلوقتي. لكن هل هو ده بيقصد بيه إن هو سطو الدين على تكميم الأفواه؟ يعني إيه اللي مقصود بالحكم ده؟ حضرتك برضو تقدر تبينه للمصريين، وسواء كانوا في الخارج أو في الداخل، ما هو المقصود من هذا الحكم؟ او القاضي بيقصد ايه؟ هل هو ده حكم راضع ان ما حدش يتكلم، ولا هو ده الدين خدوه زي ما هو كده وما حدش ينطق وما حدش يفتح بقه؟ انا اللي شايفه ان هناك عقد سياسي بين رجال الدين ورجال الحكم، فرجال الحكم بيحموا رجال الدين، ورجال الدين بيحموا الحكم، ولو على حساب الحق، ولو على حساب العقل، ولو على حساب المبادئ، ولو على حساب أن القاعدة القانونية تكون عامة ومجردة، ولو على حساب كل القيم. لهذا فللأسف الكبير جدا أنا اتحكمت، ولهذا حكم من قبلي، ولهذا لأنه في قانون ما فيش محامي ما قالش انه هذا القانون غير دستوري. ومع هذا جميع السادة القضاة سدوا اذانهم عن الاستجابة لهذا الدفع، ووجدوا رغم فداحة وظهور عدم الدستورية. بقول لك ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله، مش لمحكمه امن الدوله طوارئ، مش للمحاكم. ربنا بيقول انه 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 وما اختلفتم فيه، ربنا سبحانه وتعالى بيقول انه احنا نتعامل بالتي هي احسن، احنا بنتعامل بالتي هي اسوأ، احنا ضد الدين وعاملين نفسنا مسلمين. هذا كل الموضوع. تمام استاذ احمد، انا عايز اقول مثل قبل كده حصل، وفي ظل قانون الطوارئ وايام يعني من 20 او 25 سنه حكم الاستاذ الدكتور سيد الخمني بنفس التهم برضو موجهه، وكان عن كتاب الحزب الهاشمي وغيره من بعض الكتب ومؤلفاته، الى ان القاضي اللي كان قدامه قاضي الطبيعي قال جمله يعني احب ان انا اقولها في اخر الحكم، قال ان هذا يعني هذه المفارقه او هذا الفكر ان يناقش بالفكر ويرد عليه بالفكر، وان المحكمه ليست صراعا بين الافكار، يعني المحكمه مش هتحكم بين افكار واحد والتاني، خصوصا ان الاثنين كان رايهم ازاله العنف من المجتمع او بما شابه ذلك. فهل يعني محكمه امن الدوله طوارئ بتختلف عن المحاكم العاديه في يعني عقلية القاضي أو التشكيلة بتاعت القاضي، إنه شايف الدولة إنه يقدر يدي حكم رادع وخلاص من غير ما يناقش الموضوع؟ يعني فسر لنا برضو، لأن الحكم قاسي جدا. لا أبدا أبدا، أنا اترفعت عن محمد عبد الله النصر، واترفعت في قضايا أخرى، قضايا خاصة بالتطرف الديني وازدراء الأديان. وللأسف يعني مثلا في قضية محمد عبد الله النصر كان كل اللي بيقوله الراجل انه والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما مش فابطروا ايديهما. ليه انتوا بتبطروا اليد؟ القطع قد يكون زي ما اقول هقطع رجلك معنوي او هقطع ايدك، يعني صورة من صور التهديد والوعيد، انما مش قطع مادي، معنوي. تمام قطع معنوي. ومع هذا القاضي حكم عليه
كأول درجة بخمس سنين وخففت الاستئناف لسنتين ونفذ السنتين. هل ده صورة لدولة حضارية؟ هل ده حرية رأي؟ هل دي إنسانية؟ هل ده حرية؟ حرية رأي. أنا ليه محدش نقصه بالتي هي أحسن؟ ليه بينقصوه بالتي هي أسوأ؟ لأنهم ما عرفوش حاجة عن القرآن اللي بيقول بيدعوا لهم يؤمنوا بيه. لو كانوا حقيقة يؤمنوا بالقرآن لقالوا نعم هناك معنى معنوي لكلمة القطع في جريمة السرقة، وهناك معنى مادي، لكنهما الاثنين لا يحملان معنى البتر، لأنه كلمة قطع غير قطعة غير بترة. فليه بقى بنلجأ للأسوأ وبنلجأ للأشد ونلجأ للدموية زي اللي بيقولوا في عذاب قبر وبيحاسبوني أنا إن بقول ما فيش عذاب قبر؟ طب يورونا أي شريعة قالت إن في عذاب قبر؟ يورونا القرآن قال فين عذاب قبر؟ إذا كان ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، فهل بيأخرهم ولا بيعجل لهم العذاب في القبر؟ دي ناس أصلا خرجت بره الأطر العقلية وبراحت تتمنطق وتلبس عمائم وتتكلم في الدين، دي المشكلة. تمام تمام. وبعدين مش كده بس، تجبروا وحكموا كمان ناس عشان رأيهم يقول يبقى سائد. هذا الموضوع. هو ربنا سبحانه وتعالى لما بيقول كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجركم يوم القيامة، أقولوا لا ده في القبر، أهو ده بقى الكلام. وبعدين للأسف بيقولوا إن هم فقهاء وعلماء ووجهاء وكادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء. هذا الموضوع. أنا عايز بس أقول حاجة يا أستاذ أحمد، يعني في حاجة عند الأزهريين عموما أو الشيوخ إن الرد على الشبهات، ما الشبهات دي بشر قايلينها مش كده برضو؟ يعني بغض النظر هي إيه، يعني هي الشبهات دي بشر قايلينها، ليه ما حكموش البشر دول بتهمة الازدراء مع إنها أهي شبهات ونقد لاذع لنصوص معينة في العقيدة أو غير العقيدة؟ أنا بناقش الموضوع كقانون يعني. يا أستاذ عادل، اتفضل. يا عادل بيه، بقول لحضرتك الشيخ سالم عبد الجليل والشيخ عبد الله رشدي قالوا إن المسيحيين كفار. طب ما يروحوا يشوفوا ده شيخ الأزهر قالها كمان، يعني شيخ الأزهر نفسه قالها. لو قروا، أيوه لو قروا القرآن أقول لك الآية بتاع القرآن بتقول إيه؟ بتقول كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولو آمن أهل الكتاب اللي هو حضركم لكان خيرا لهم. من هم المؤمنون؟ من هم المؤمنون؟ وأكثرهم الفاسقون. أكثرهم الفاسقون مش الكافرين، ده القرآن اللي بيقول كده. الفسق حاجة والفسق. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن. فهل من التي هي أحسن إن أقول عليك كافر؟ طب دي مشكلة كبيرة في العقل. ما هو العقل المصري أصبح فيها أفة. نحن في العقل المصري من زمان، نحن في العقل دي كانت يعني في ناس كتبت كتب فيها يا أستاذ أحمد، يعني في ناس دفعت أثمان غالية زي فرج فودة ونصر حامد أبو زيد، وطبعا السيد القمني وبره موجود بخارج مصر الآن، وحامد عبد الصمد وإلى آخره، مجموعة سواء اتفقت معها أو لم تتفق فمجرد ما قالوا آرائهم الحشد بقى ضدهم، رغم أن رئيس الدولة بيقول أن من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يعني أنا بيقول اللي يقول أنه مسلم مش مشكلة، اللي يقول أنه مسيحي، اللي يقول أنه بهائي ما فيش مشكلة، واللاديني كمان ما هو برضو مواطن مصري. والأستاذ مصطفى راشد أو الدكتور مصطفى راشد أو الشيخ مصطفى راشد
ايا كان لقبه، قال في المحاضره اللي القيت في وجود الاستاذ نجيب جبرائيل، قال ان الملحدين في مصر بقى عددهم 9 مليون باحصائيه الامم المتحده. انا شايف انهم 11، وحضرتك بتقول 11، وفي ناس بيقولوا لا اكتر من كده لان في الطريق ناس تانية. طب يعني هم مواطنين مصريين بغض النظر عن اسلامهم، عن مسيحيتهم، عن الحادهم، هم مصريين والشارع يحكمنا بالاخلاق والقوانين. لو احنا وجدنا القوانين العامه هي زي ما بتقول حضرتك كده انها على القاعده العامه، ما هياش على مستوى اشخاص او فئات معينه، وتبقى العداله فيها الى حد ما ناجزه ومطلقه، ما كانش هيبقى في مشكله ان هو بيؤمن بعذاب القبر او غيره. لان انا مش مشكله بالنسبه لي ان يؤمن بعذاب القبر او يؤمن بالحد في وقته، لكن ان هو عايز يطبق ده عليا انا، هي دي المشكله. هي دي ان هي عايز يطبق نصوص معينه من اعتقاده في التراثي، لان قطع اليد ده كان قبل الاسلام برضه، قبل يعني قبل ما ينزل بيه نصوصه وغيره، كان في برضه بعض المجتمعات بتقول كده، وفي ناس كانت بتقتل بالرقبه، وفي كانت ناس بتحدف الاطفال في النار، ففي حاجات كتيره قوي البشريه كانت في شرور عظيمه. فما بقدرش عشان في حكم معين في سنه من السنين او في حقبه من الزمن ان انا اقعد اطبقه في القرن ال21 والناس دلوقتي داخله يعني داخله في اراء مختلفه وحاجات مختلفه في القوانين، لدرجه ان يعني مش قادرين نفتح بقنا عن المثليه، واحنا بنقول لا احنا ضد المثليه، لكن ان انا ازدري المثليه بقت قانون هنا، بقت قانون في امريكا وبقى صعب قوي. يعني مثلا بقول مثل ده، من كتر الحريات اللي موجوده، من كتر الكبت اللي موجود في المجتمعات الثانيه، بقى الدنيا خربانه برضو. يعني لا ده ينفع ولا ده ينفع. ال 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 القانونيه والاخلاقيه امتى نعرفهم في كتبنا؟ ازاي نقول الحاجه من غير ما نقربها من الدين الاسلامي او المسيحي؟ الاخلاقيات العامه، الشارع يرجع تاني انه ما يبقاش متدين، اللي لابس حجاب والسافره، او اللي لابس جلابيه واللي لابس بدله، العلماني، او يعني ما اقدرش اقسم الناس، ما تقسيم الناس ده هي الفرقه في المجتمع اللي بتؤدي في الاخر الى نزول المجتمع الى ادنى مستوياته. نعملها ازاي دي يا استاذ احمد من غير حتى ما نناقش نصوص وحاجات كده عشان ما نغضبش يعني الناس؟ اتفضل. يا فندم تعديل هذا الفقه الماجن اللي مش بس خلى فيه 9 ولا 11 مليون ملحد، لا لما اتولدت في مايو سنه 45 1945 ما كانش فيه في العالم في الكره الارضيه اي تنظيم اسلامي متطرف، لكن هذه المناهج وذلك الفقه ونتيجة تعلم الناس القراءة والكتابة كان من نتيجته انتشار الجماعات الإسلامية المتطرفة، بدأت بالتكفير بتنظيم التكفير والهجرة، تمام، والجهاد الإسلامي والقاعدة وبوكو حرام والنصرة والجهاد الإسلامي والدواعش وهلوم جرة. هدموا 5 دول إسلامية ولسه ما احناش حاسين. هدموا أفغانستان، هدموا العراق، هدموا سوريا، هدموا اليمن، هدموا ليبيا ولسه ما احناش حاسين. بيحاكموا أحمد عبد ماهر عشان بيقولهم كده مش إسلام، كده مش دين. الدين دين السلام، الدين دين الأمان، الدين دين المحبة، الدين دين الإنسانية. عشان كده بيحكم أحمد عبد ماهر. وأنا بأرجوك إنه كلامي في هذه الحلقة ترسلهولي علشان ما يأولونيش كلام غيره وما بقاش معاه إثبات. أرجوك اديني هذا الإثبات وابعتولي على الواتساب بتاعي. حاضر يا فندم. أرجوك، لأنه عندنا في قلب للحقائق. تمام يا فندم. قلب للأمور. قلب للحق. الباطل انتشر. الباطل أصبح له أنياب كبيرة جدا.
انا عارف ان انت منفعل يا استاذ احمد ومعاك كل الحق، لكن يعني هدوء علشان الصوت يوصل من غير الديستورشن بتاعه ويبقى واضح للناس. سيادة المستشار، انا بخاطب المجتمع المصري بعقلية راجحة زي عقلية الرئيس عبد الفتاح السيسي. احنا ما يهم يعني يهمنا جدا ان محدش يتحاكم بسبب رأيه، وان السطو الديني ده يقل شوية من المجتمع، وتدين الشارع مش مهم، هو امن الشارع هو المهم. يعني كل واحد ياخد حقه بالقانون في الشارع، مش مهم ايا كان هو مسلم او مسيحي او بهائي او حتى غير ديني. هو ده اللي انا عايز اقوله. مخاطبة المجتمع، انت حضرتك طبعا ليك كل الحرية انك تقول رأيك سواء بالفكر الاسلامي المستنير وبتنقد حاجة تانية، لكن اللي انا عايز اقوله حاجة مختلفة شوية، ان انا عايز اخاطب المجتمع المصري كله باسلامه بمسيحيته بالحاده، ان احنا نتجه الى الآدمية الإنسانية. إزاي أحافظ على الإنسان المصري؟ لأن الصراعات دي كلها هتمزق الإنسان المصري كله وتخلي الدولة في الآخر بتنحدر. يعني كل التقدم ده وكل النهضة اللي احنا عاملينها دي بشوية أفكار لناس معينة تولع فيها في 3 ثواني الخراب سهل، وحصل قبل كده في ثورة 25 يناير وما تلاها من مصطفى محمود وغيره، وشفنا ولعوا فين، ولعوا في قسام الشرطة وقتلوا الناس، وحاجة كانت بشعة جدا. فاحنا مش عايزين نوصل لده تاني، عايزين نخلي المجتمع مجتمع راقي، سواء نكلمهم بالدين ماشي، نكلمهم بالثقافة العامة وده أنا أؤيده، بالأخلاقيات العامة. ودي مشكلة الدولة، فين وزارة الثقافة من الحكم ده، من كتاب بتوزعه وبيصادر؟ فين رأي وزير الثقافة؟ فين رأي الناس المستنيرين من وزارة الثقافة المصرية؟ فين رأي الصحفيين الآباء اللي هم يعني اللي المفروض ان هم قالوا رأيهم في عمود صغير كده؟ لا، ده انا عايزهم يظهروا في الإعلام ويبينوا للناس ان لا، في حاجة اسمها اجتماعيات تانية، غير مش كل حاجة عندنا هي الدين. الاقتصاديات لو ارتبطت بالدين هتنزل، السياسة لو ارتبطت بالدين هتنزل، الاخلاقيات لو ارتبطت بالدين هتنزل مش هتعلى، وده جربناه. يعني الكل تحجب والتحرش، احنا تاني دولة في العالم في التحرش. فاحنا مش عايزين نقول التدين الظاهري هو الحل ابدا، هو الارتفاع والارتقاء بمستوى الإنسانية في مصر هو الحل. وحضرتك من ضمن الناس دي، حتى لو كنت بختلف معاك في الاستراتيجية انك انت بتحاول تحارب الأفكار التراثية الدينية، لكن انا عايز احارب كل الأفكار الرجعية تماما في مصر، وارجع الى ان مفيش تعالي ما بين البشر. العنصرية هي الهدامة، ان واحد بيفتخر باسلامه ويتعالى على الاخر، او واحد يفتخر بمسيحيته ويتعالى على الاخر، او واحد يبقى ملحد بيحتقر الاخر، لا، مرفوضة. عايز المجتمع المصري يبقى مسالم في كل قوانينه، عايز القانون يبقى زي ما حضرتك قلت كده يلمس القاعدة العريضة من الناس ومش متجه بوجهة دينية. عايز القاضي يفكر بفكرة مستنيرة ان ده انسان صالح للمجتمع حتى لو كان ما هوش على دينه أو هو على نفس المعتقد، لكن المجتمع شيء مقدس، الإنسان هو الشيء المقدس وليس النص أو التراث. تفضل يا أستاذ أحمد. عشان تعرف حضرتك أنه في عندنا خلل قانوني، تجد اللص في مصر في القانون المصري بياخد من شهر إلى 3 سنوات، وغالبيتهم بياخدوا 3 أشهر حبس او 6 أشهر حبس. انا بقى خدت 5 سنين، يعني انا تقريبا قد 10-20 لص في مصر علشان قضية فكرية. فهل هذا ميزان عدالة يا مصر؟ هل هذا ميزان عدالة لوضع قوانين؟ ده علاوة على انه هذا القانون يجافي الحريات ويجافي الدين، إلا أنه أيضا يجافي ميزان العقل والإدراك. إذ لا يمكن أن أنا أحصل على حكم يحصل عليه 10-20 حرامي عشان ألفت كتاب، مهما كان الكتاب ده فيه، مهما كان فيه من كلام، وياريته كان فيه كلام يستحق حتى يوم لوم، مش يوم حبس، يوم لوم. لكن للأسف لم يقرأ كتابي، ولكن تم تنفيذ كلام أو أوامر همجية
قالت بعقوبتي. هذه الأوامر التي قالت بعقوبتي لم تقرأ سطر من الكتاب، لم تقرأ حرف من الكتاب. وفي 7 محامين مقدمين شهادات بأن القاضي لم يقرأ الكتاب، وأنا بقول كمان والنيابة لم تقرأ الكتاب. للأسف أنه عدالة في مصر في محنة بهذا الحكم. العدالة في محنة، والدين في محنة، والحرية في محنة، والإنسانية في محنة. أين حقوق الإنسان في مصر؟ أين حقوق الشرف في مصر؟ الشرف متعارف عليه بين الناس جميعا. هل يكون الشرف في الدموية والعنصرية، أم يكون الشرف في مقاومة العنصرية والدموية؟ أنا قاومت العنصرية والدموية، فللأسف انطبق علي المثل القائل رمتني بدائها وانسلت. للأسف أنه جعلوا الباطل حق والحق باطل، وأعلنوه في حكم باسم الشعب. هذه هي الحقيقة. وعلى فكرة الكلام اللي أنا بقوله ده كله ممكن ألاقي بكرة الصبح بقى الناس جاية تقبض عليا تقول لي أنت قلت في كومتكسات كذا وكذا وكذا بمقلوب ما أقول، لأنه ما فيش ضمير. ما لو في ضمير كانت قرأ كتابي. تمام. بميزان العدالة، يقرأ بميزان الشرع. تمام. يقرأ بميزان الإنسانية. أكيد. يقرأ بميزان الحرية. بالمنطق يعني. يقرأ بميزان الدين. كل هذا لم يحدث. تمام. سيادة المستشار، المحاماة بتسمى في مصر العدالة الواقفة، اللي هي بتبحث عن الحقيقة لتبينها للقاضي، ويتحاور الاثنان وكمان النيابة اللي هي ممثل المجتمع إلى تنفيذ هذه المنظومة بهذه المنظومة الرائعة اللي كانت، يعني ما عرفش هل صابها في حاجة ولا لا، لكن هي هذه المنظومة في الآخر خالص إنها للحقيقة. فالمحاماة تحاكم الآن، أين موقف نقابة المحاماة اللي هي العدالة الواقفة من حضرتك؟ نقابة المحامين فين من الحكم ده؟ فضل. نقابة المحامين في حالة ثبات تام، وأكن الموضوع يعني، وأكن لأنه للأسف إن اللي اشتكاني محامي، محامي يتم تسليطه على من أرادوا عقابه. يعني احنا لو قدمنا لمعالي النائب العام شكوى بتحفظ، اما اذا سمير صبري المحامي قدم شكوى بتجتهد النيابة لإدانة المشكو في حقه. الموضوع ده برضو وغريب، برضو اصبح السيد سمير صبري المحامي هو المتحدث باسم الفضيلة، والمتحدث باسم الأمة، والمتحدث باسم الضمير، وللأسف بس ما عرفش هو ضمير ايه بالظبط. دي مشكلة كبيرة. احنا في محنة، في يعني مثلا انت عندك قانون إيجار الأماكن. طب هو المحامي ده مش عضو في نقابة المحامين؟ طب نقابة المحامين ليه؟ أيوه. ليه مش وفي في نقابة المحامين، في نقابة المحامين بند بيقول انه لا يجوز للمحامي انه يشكو زميله الا بعد الرجوع لنقابة المحامين واستئذانها. طب وده حصل، ولكن ما خدش هذا الاذن. طيب. ومع هذا لم يحسب احد، ومع هذا لم تدفع نقابة المحامين بمحامي عشان يدافع عني. ال10 محامين اللي كانوا واقفين قصاد القاضي يوم 17/11، 17 محامين متطوعين من عندياتهم هم، من ضمرهم الذاتي. هل القاضي سمح لهم انهم يتكلموا يا فندم؟ القاضي استمع لل10 محامين في 7 دقايق. طب ازاي دي يعني؟ ما ده اللي حصل. ومشكله بس، ورفض ان ياخذ من الاستاذ خيري طمان
مذكرة تكميلية بدفاعه مكتوبة. قالوا لا كفاية كده، دي مشكلة كبيرة. إنه الإجراءات كمان سواء في النيابة أو في المحكمة صعبها عواقب، كانوا متعجلين إنه يصدر الحكم. أدي كل الحكاية. تمام. فإحنا النهاردة في محنة كبيرة. أنا بقول لسيادتك إيجار قانون إيجارات الأماكن بيتغير السكنية في مصر، وأنا على فكرة أحد المستأجرين مش الملاك. هل يرضيني وهل من العدالة ان انا اسكن في شقة في مصر الجديدة ب 13 جنيه ونص في الشهر، بقالي دلوقتي 50 سنة فيها؟ هل ده من العدالة؟ لا طبعا. للأسف للأسف ان القاعدة القانونية ومجلس النواب مشترك في هذا الظلم، لأنه المحامي والقاضي ينفذون القانون. تمام. أما المجتمع فمسؤوليته العدالة. لذلك أنا بخاطب مجلس النواب في مصر، كيف يكون إيجار السكن في شقة في مصر 3 جنيه و5 جنيه و10 جنيه و15 جنيه؟ هل ده من العدالة يا مجتمع؟ ما هو للأسف طالني جزء من هذا الظلم، طالني أنا. وأنا بتكلم في حاجة تانية، هل يجوز أنه القانون 100 سنة 85 في الأحوال الشخصية يقول أنه والمرتدة لا نفقة لها؟ يعني عارف معنى كده إيه يا أستاذ عادل؟ يعني تجويع المرتدة، يعني المسلمة اللي تروح تبقى مسيحية يتم تجويعها، والمسيحية اللي تتجوز مسلم وتظل على دينها أخبارها هي يا أستاذ أحمد. ده في القانون. المسيحية التي تتزوج بمسلم وتظل على دينها مسيحية وتاخد معاش ولا لا؟ المفروض تاخد معاش طبعا. لا بس في بعض الأحكام. لا ده مش كده وبس. اسمعني. اتفضل. هو أنا لو مت ودفت جاري المسيحي اللي تحت راح مع ابني مؤمن عشان يشهد معاه ان انا مت، القاضي هيقول له لا، لانه لا يشهد كافر على مسلم. بعض القضاة بيقولوا ده القانون. تمام. المفروض مجلس النواب يغير هذه الفضيحة. اكيد دي فضيحة يا فندم. اكيد فضيحة قانونية في صلب القانون ووضع القانون، زي المادة 98 واو ازدراء اللي انا اتحكمت عليها، ما هي فضيحه برضو. هي ازدراء الاديان ولا ازدراء الاسلام؟ يعني انا عايز اقول يا ازدراء الاديان ولا ازدراء الاسلام، عايزين نجيبها صراحه. يعني هي 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 الحقيقه، يعني هي الحقيقه، يعني لما سالم عبد الجليل وعبد الله رشدي يقولوا في التلفزيون انه المسيحي كافر يبقى ازدراء اديان، لانه وانا اللي بستغرب له ازاي الحكومه تديني بطاقه شخصيه مكتوب فيها ان الديانه مسلم وتحكمني على اني كافر، بيقولوا ان انا ازدريت واستقرت من الاسلام. طب ما يغيروا البطاقه بتاعتي ويكتبوا عليها كافر مثلا. يعني ما يعني كيف يتاتى لانسان عاقل انه يجرد انسان من دينه؟ هو مش التكفير حرام برضه؟ اكيد. ولا اصبح دلوقتي حلال في عام 2021؟ دي مشكله كبيره يا استاذ عادل في عقليه الشعب المصري. تمام تمام. وعقليه القائمين على العمل القانوني احنا بكل فئاتهم ابتداء من السلطه التشريعيه والسلطه القضائيه. تمام. والسلطه التنفيذيه. للاسف انه الناس دي في حاله غياب وعي تام عن الحقيقه الخاصه بانشاء العداله واقامه العداله. تمام. يعني ربنا يقول ويطعمون الطعام على حبه، يعني على حب الله، يعني ربنا بيحب كده، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. الاسير ده اللي قتل جاري وقتل ابويا وقتل اخويا
ربنا يحب ان انا اكله. يوم يقول ان المرتد ده نفقت لها في القانون، يبقى هل هذا قانون؟ لا طبعا. هل محدش اراه؟ مين اللي بيسيطر على القوانين في مصر؟ مين اللي بيسيطر على الاحكام في مصر؟ مين اللي بيسيطر على موضوعية الفكر في مصر؟ انا مش عارف. اكيد تغيير قادم يا استاذ احمد، ولا محاله يعني، لان دي سنه الحياه زي ما بيقولوا، التغيير قادم، اما ان نصنعه ونشارك بهجه التغيير، واما ان لا نشارك فيه ويفرض علينا ونصبح عبيد. يعني ان شاء الله نسال الله يعني السلامه لمصر تمام، ولشعب مصر، والحب والسلام لشعب مصر اكيد. انما مش عايز حد يقول علينا ان احنا بنحارب حقوق الانسان، لا خالص. مش عايز حد يقول علينا، خصوصا ان احنا دوله قادره دلوقتي يا استاذ احمد. يعني كان الاول كان في بعض القلاقل وبتاع، لكن دلوقتي الدوله قادره والامن قادر. أيوة. الدوله طبعا تستطيع، يعني تستطيع ان تنشر وعي وحقوق انسان وعداله. ومع انها قادره يا استاذ عادل، الا انها بتستند مع واحد دافع عن ارضها وعن شعبها. انا دافعت عن مصر وتعورت في حرب 67 وخرجت من الخدمه برتبه العقيد. تعدم اللياقه الطبيه للخدمه العسكريه بنسبه عند 89%، ومع هذا تنكرت ليا مصر وبتحاسبني على كتاب ولا تناقشني فيه ولا تقراه وتعاقبني عليه، لان هناك اخطبوط وهناك خلايا سرطانيه يجب اجتثاثها من هذه الدوله. تمام. انا قاعد في مكتبي ورايا علم مصر، لان معتز بمصر اكيد، ومعتز بوطنيتي، ومعتز بشعبها، ومعتز بترابها. لكن هناك من يعكر صفو هذا الاعتزاز، وهناك من ينصر التراب على جهد الاجيال. ما اصل انا دلوقتي انا عندي 77 سنه والقاضي بيحكم عليا وما بشوفش بعينيا، والقاضي يحكم عليا بخمس سنوات حبس مع الشغل. تقدر تقول لي ده ما قراش اصلا قرار الاتهام؟ احنا بنناشد رئيس الدوله يا استاذ احمد ان يقبل الالتماس، وان شاء الله مش هيبقى فيه حبس ولا حاجه، وان قضيه حريه الراي والتعبير طالما هي يعني قانون الازدراء ده يبعد عنها شويه، وانها تفهم صح، وقانون الحزبه يعاد في مجلس النواب، ان مش اي حد يشتكي حد حتى لو لصالح السلطه، لان ده فيه ابعاد الخصوم السياسيين برضو. احنا مش خصوم سياسيين، احنا مع الدوله، مع النظام، مع البنى، مع الرقي، لكن احنا ضد اللي بيخرف في البلد. فما ينفعش ان اللي يخرف في البلد هو اللي ينتصر في الاخر، وهو اللي يحكم البشر كما يحلو له. ده لا يرضي اي حد مصري وطني بيحب مصر. بنشكرك يا استاذ احمد، ونتمنى ليك السلامه دايما والصحه، وان شاء الله الالتماس يقبل من الرئيس المحترم عبد الفتاح السيسي. شكرا جزيلا للمداخله واللقاء. ارجو نسخه بس من هذا الفيديو. اتفضل يا فندم. حاضر، هنرسله لك يا فندم بشخصيه، وهيكون على النت بعد ساعه. شكرا جزيلا استاذ احمد عبد الماهر. انا عارف يعني الـ هو صعب جدا ان يكون الانسان هدفه هو محاربه العنصريه، وانه بيحب مصر وبيحب الشعب المصري وعايز يرتقي بيه الى مكان يفوق كل الاراء اللي موجوده، سواء من تراث او فقه او غيره. كمان صعبان عليه ان هو محامي في العدالة الواقفة، وأنه يشتكى من محامي بدون إذن النقابة، وأن يحاكم من القضاء في أمن الدولة طوارئ لكتاب بتوزعه وزارة الثقافة. كوكتيل مش عارف أفسره إزاي. هل هو ضد أشخاص؟ هو مش ضد أشخاص، هو ضد فكر. هو ضد فكر، عايز ينقي. مش عايز تنقيه يا سيدي، أنت حر. انت اكتب كتاب تاني يقول لا الاستاذ احمد عبد الماهر غلطان في كذا وكذا وكذا وكذا، احنا مش بننقي التراث كده، احنا بنهدم مبادئ الدين، ويرد عليك بكتاب تاني وهكذا او بمناظرات تانية.
او الفكر بالفكر، حتى يبقى في اثراء للفكر المصري وللاجتماعيات. ده موجود على النت على فكره، يعني انت مش هد يعني انت مش هيبقى لك الفضل انك انت تنتجه، على النت موجود، وكل واحد بكبسه زرار على الكمبيوتر بيعرف يخش على كل المواقع، كل المواقع، اللي بيناقش كويس واللي بيشتم واللي بيعمل، ما خلاص يعني انت ما تقدرش تمنع. المنع لا يمكن انه يجيب نتيجه، المنع دايما هيحطنا احنا كمصريين في حته كده في ام خلاص احنا كان مقفول علينا، كان مصر دي عملتها كلها كده سجن للراي، هو راي واحد مستقل ما تمشيش عليه هتتسجن. لا طبعا ما ينفعش الكلام ده. الامم بتتقدم بحريه الاراء حتى لو كانت ما تعجبكش. يعني اللي عمل التلغراف زمان واللي عمل التليفون وقالوا فيه عفريت تليفون، التليفون اللي عمله فيه جراهام بيل، وفي اللي عمل التليفون واللي عمل التلفزيون فيلو، واللي عمل دول كلهم اتقال عليهم مجانين ولم يقبلوا من مدرسينهم. اديسون نفسه كان فاشل تعليميا، الكهرباء والمصباح اللي طور كل حاجه في الدنيا. يعني بالراحه شويه، مش معنى كده ان انا ابقى لا، في حاجه في الفكر والعلم بتبقى ساعات غير منطقيه في وقتها، لكن تبقى منطقيه بعدين. في حاجات كتيره كده، وعشان كده دي سنه الحياه، هي التغيير من جيل الى جيل ومن قرن الى قرن. يعني احنا من 100 سنه ما كانش حد بيركب طياره ولا يسمع عنها، من 100 سنه بس، وكان الطيران الحربي لسه في بداياته كده، عامل زي العجل اللي بيطير كده بواو، وكان اغلبه بيسقط وحاجات كده. يعني من 100 سنه، من 100 سنه كانت الوسيله للانتقال الاساسيه في العالم كله كانت السفينه، كان القطر كان لسه في بداياته وكانت خطوطه محدوده. من 100 سنه، من 100 سنه كانت الارض واعره وكانت العربيات لسه في بداياتها، وكانت لسه يعني كمان ما فيش ميكانيكيه وما فيش خدمه، وكانوا بيستخدموا لسه الدواب والحمير والحاجات دي. من 100 سنه، من 100 سنه بس. الدنيا اتغيرت ليه من 100 سنه؟ لان الفكر اتغير. ومع ذلك كان في حربين عالميتين، وده الشر قائم بذاته، ان استخدمت هذه الاختراعات في إبادة البشر نفسهم، ورجعوا قالوا لا، في أمم متحدة، في سياسة، في حقوق إنسان، ابتدت تتحط حاجات تانية علشان لا تبيد البشر. واحنا مواجبين ده وبندرس ده وعارفين ده، احنا نطبقه على نفسنا؟ احنا اللي نكمم أفواه البشر؟ احنا اللي نحكم على البشر من غير القانون؟ احنا نأول القانون ونلويه علشان نحبس الناس اللي عايزة تشيل العنف من ده الأكتر ناس متضررين من العنف كان المستشار يعني النائب العام اللي تم اغتياله في مصر، رمز القضاء في مصر، لأن العنف كان موجه ضده دينياً، كفروه وقتلوه. فيعني حضرتك انت بتقول ايه وحكم ايه اللي بخمس سنين الازدراء في ايه من غير قرايات؟ يعني انا لا بنتقد احكام ولا غيره، لكن الطريقة نفسها مش فيها شيء. طبعا المنظومة ككل مش مخطئة، لكن في جزئيات لابد انها تتصحح. الالتماس نرجو ان هو يقبل من السيد الرئيس، وإن الفكر لا يناقش إلا بالفكر، كما وصى القاضي الحاكم الدكتور سيد القمني، وقال إن هذا الجدال مجاله يعني الحاجات الثقافية اللي موجودة، ولابد أن ناخد الحاجات دي، إن احنا نتقبل الرأي والرأي الآخر، لأن في بقى عندنا تعدد في المجتمع المصري، في مسلمين متعددين الطوائف، هماش طائفة واحدة كلهم، في مسيحيين أيضا متعددين الطوائف، أغلبهم أرثوذكس لكن متعددين، في ملحدين متعددين في الإلحاد بتاعهم، وصلوا لتسعة لـ11. لو أنت عايز هتعرف الأمم المتحدة بتقول لك كده، بناء على ناس من جوه في ملحدين مسيحيين، في طب أقول لا ما فيش الموضوع، هل يهم الكنيسة أو لا ما يهمهاش، لأن لو يهمها كانت تحصر العدد. ما فيش اهتمام قوي يعني، لان من يقبل الي لا اخرجه خارجا، اللي عايز الكنيسه جوه الكنيسه، اللي عايز الكنيسه بيروح لها وما بترفضش حد، اللي مش عايز الكنيسه اهلا وسهلا، انت حر بره الكنيسه. بنسعى ان احنا
نعرفك الكنيسه ايه. برضو نفس الوضع، دور المسجد هيبقى المفروض انه يبقى كده، ما يبقاش الشارع والمسجد والحكومه والقضاء والرئاسه. ما ينفعش، ما ينفعش الدين يبقى متداخل في كل دول. دي اكبر عنصريه ممكن تكون دخلت للمجتمع المصري. العنصريه تحاربها ازاي؟ العنصريه تحاربها انك تنشر فكرك، انت بتتصرف ازاي حتى على السوشيال ميديا لما تيجي تقول اراء فكريه ودينيه وهي كده، وكل شويه هي الاراء الدينيه. سيدي لا، ما انت عندك دلوقتي في ناس تانية عندك في الجروب، في ناس تانية عندك، يعني لو بتقولها في المجمل في العام تقبل، لكن كل شوية فانت خلاص انت خليتها خصوصية، بقى في ناس معينة هي بس اللي موجودة في السوشيال ميديا وهي اللي بتتكلم، مع ان في ناس تانية راقية جدا وبتتكلم بلغة تانية، بلغة علمانية وبلغة حضارة وبلغة تحضر، ودي يعني دي جاية من انا بطبعي حضاري مصري، يعني حضاري، حضارتي نور أشرق زي بيقولوا أشرق للوجود في الحضارة المصرية القديمة. وقلنا يعني احتفالات الأقصر كانت من أيام وكانت رائعة جدا، وإيه الجمال ده وإيه الروعة دي، لكن في محاكمات تانية ما أعرفش في الظلال في الإيه، كل المجتمعات فيها ما يمكن تجديده، ما يمكن إن هو نحتويه ونغيره، ومصر قادرة على فعل ده، وفيها تنويريين ممتازين وعظماء. إلى أن نلتقي لكم في الأسبوع القادم، نكون يعني النهاردة وفينا عن العنصرية وعن نيلسون مانديلا وعن الحكم اللي حصل عليه المستشار أحمد عبد الماهر، وأن يتقدم بالتماس، كلنا بنتقدم بالتماس ده سواء هو تقدم أو إحنا، للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لألا ينفذ هذا الحكم، لأنه ده تكميم للأفواه المستنيرة. شكرا جزيلا ليكم، وإلى أن نلتقي في موضوع آخر، لكم من قناة سيسات أجمل أمنيات بالسعادة.